دارين هو ده اسمي. لما اتولدت سموني على اسم خالتي، أصلي كنت شبهها قوي في كل حاجة بصراحة. من أول ما فتحت عيني على الدنيا والكل شايفني مختلفة، حاجة تانية، كنت في عينهم غير أي طفلة. أنا أصلاً غير أي بنت، أنا دارين. ويش عايش؟ إيه اتمنيت إيه يا دارين؟ إني أتجوز يا بابي. آه لازم يبقى ملك أو أمير على الأقل. وفعلاً كبرت على كده، كبرت على إني برنسس. كلهم كانوا بيقولوا لي كده، أنتي الأميرة بتاعتنا. من وقتها وأنا قررت إن فعلاً يوم ما أتجوز لازم اللي أتجوزه يكون حاجة كبيرة، حاجة كبيرة قوي، وعنده استعداد يهد الدنيا ويبنيها على شيء. أكيد لازم يعمل كده عشان أنا دارين. وفعلا العرسان بقوا بالطوابير. يعني هو كويس بس تخين شوية، يعني بصراحة مش عاجبني خالص. يعني هو لطيف بس يا بابي ما خدتش بالك من سنانه؟ سنانه؟ مغسلهاش؟ أكيد ما ينفعش أتجوز واحد ما بيغسلش سنانه يعني. أه هو كويس قوي بس مامته وأخته لا صعبين قوي الصراحة، يعني I don't like him. بس فضلت دي أمنيتي كل سنة، وكل سنة أدق بابي عرسان كلهم بيترفضوا، لأني لسه ما لقيتش اللي يستاهل، ما لقيتش الراجل اللي أحس معاه الحالة اللي أنا عايزة أعيشها عمري كله. بس اليوم ده تحديدا ابتديت أخاف. فجأة مرحلة العشرينات خلصت، إمتى وإزاي معرفش. النهارده أنا تميت 30 سنة. تحفة لازم اصورها لك. طب ورحمة ابويا وامي يا دود، اذا نزلتي حاجة على فيسبوك ولا انستجرام؟ والله ما انزل حاجة في حتة يا بنتي، هصورها لك انت. انا فاكرة العربية اتقلبت، فاكرة. يلا طب اقفلي هصورها. هنزل حاجة. معلش انا اسف، خليني اساعدك. انت بتاع الكلب؟ انا صاحب الكلب ده. انت بتاع الكلب؟ طب خليني اساعدك بس. اوعى. انا مش هسيبك، والله العظيم ثلاثة ما هسيبك، انا هوريك انا عامل ايه. اوعى من قدامي، انا هعرف اخد حقي كويس قوي. I'm sorry. يا رامي حبيبي، احنا مش اتفقنا ما تجريش ورا اي حد بيجري؟ قلت لك كده؟ بعدين ما لقيتش الا الصاروخ دي وتخوفها. دي جامده قوي. والله ما هخليك تشوف صفري لمده اسبوعين، وخلي لويو بقى ياخدها منك. بص لي هنا. برنج. انا مش هسكت، لا يمكن اسكت على اللي حصل، لا يمكن. لا بس انا بقول بالعقل كده بلاش نعمل محضر. طالما الكلب ما مسكيش نستنى بقى لما ياكلني، صح؟ لا 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 يا حبيب بابا، بعد الشر. بكره الصبح هطلع الاداره هقدم فيه شكوى شديده اللهجه. صح، انا زعلانه بصراحه، بوظ لي مودي وفرحتي بالعربيه الجديده هو والوحش بتاعه ده. خلاص بقى يا حبيبتي، مفيش داعي لكل ده، طالما انت بخير خلاص. احنا كده نجمنا خفيف، واحده زي القمر زيك، أبوها قاضي وأمها وزيرة، أكيد العلم لحقاكي. أنا بصراحة خلاص تعبت من العالم ده كله. أستاذة دانين، في حد جاب بوكيه الورد ده؟ ورد؟ وريني كده. صباح الخير.
يا رب الورد ده يعجبك رامي بتاع الكلب. يا بجحتك يا اخي، اللي جاب الورد ده لسه تحت؟ لا هو جابه سليم ومش طوال. طب يلا هي وانا بتفرج على رامي وهو بياكل. يعني جايه لك لحد الكومباوند بتاعك وبرضه جايه متاخر، اعمل فيكي ايه طيب؟ I'm sorry. Really؟ كان في حاجات لازم اخلصها قبل ما اجي. ايه اللي حصل؟ الحيوان اللي قلت لك عليه امبارح. ايه ده، الكلب اللي هجم عليكي؟ لا، الحيوان المتخلف بقى صاحب الكلب. قال بيبعت لي ورده على البيت. قال يعني ذوق وشيك وكده. ايه ده ايه ده؟ انسي انسي خالص كل اللي انت بتقوليه ده وبصي وراكي على القمر اللي جاي هناك. ده هو ده. هو ده الحيوان المتخلف صاحب الكلب اللي قلت لك عليه. تصدقي مفيش حيوان الا انتي. انا مستعده الكلب بتاعه يعضني كل يوم 60 عضه، بس انتي عرفيني عليه. عرفيني عليه. هو حلو ولا ايه؟ نعم يا حبيبتي. انتي مش شايفه ولا ايه؟ ده قمر. يعني حلو بس يغور. شايفك وجاي عليه نعمل نفسك مش خليه يجي بقى عشان يتهز. دارين لا ما تعمليش كده طبعا. اقفلي بقك. دارين هاي. هاي. طب اعمل ايه وتسامحيني؟ اسامحك؟ هو في بيني وبينك ايه اصلا عشان اسامحك؟ لا انت اخويا ولا ابن خالتي ولا قريبي يعني. طب يا جايز مش فارقه معاكي، بس انا تفرق معايا كتير. وعلى العموم يعني انا مش هبقى سخيف اكتر من كده. انت جارتي وانا غلطت في حقك وجاي عشان اعتذرلك. ولو غيرت رايك في يوم يعني وحبيت تسامحيني يا ريت تعرفيني، هبقى مبسوط. هبقى جود داي. ثانك يو. قلبي الصغير لا يحتمل. إله يطلع عليكي أسد يا شيخة مسحور، مش كلب مش كلب. حرام عليكي، حد زعل الموز ده؟ حد زعل القمر ده؟ حرام عليكي والله العظيم يا بنتي. أنت عبيطة فالحة، بس تقولي لي إيه كل شوية وشطارتك. ها يا ريتني اتولدت أيام رشدي أباظة ولا عمر الشريف. فين الجنتلمان؟ ترفصي النعمة برجلك؟ إيه الأوفر اللي أنت فيه ده؟ أوفر إيه بقى؟ أوفر قوي. حسيتيني إنه جاي يتجوزني يعني. حبيبتي الحاجات دي ما بتبتديش كده خالص. مش هيجي يقول لك على طول انا عايزه اتجوزك. اكيد لا. على فكره ممكن يكون خاطب او متجوز او مصاحب او مطلق او اي نيله. بعدين عنده كلب وممكن يكون بيلحس ايده. يا ايو عرفيني انت عليه، بس مالكيش دعوه خالص. روحي اتعرفي اهو عندك اهو. لا هتعرفيني عليه. مرمي روحي اتعرفي. لا لا انت هتعرفيني عليه. لحظه واحده. اتفضل. دودو. هاي مامي. ازيك يا روحي؟ انتي لسه في الرسمه دي؟ انا بس كنت ببص عليها. والله خساره موهبتك دي، انك حبساها كده ومحدش بيشوفها. انتي ازاي مستحمله ده؟ انا مش بيكاسو يعني يا ماما. طب قولي لي يا دودو، ايه رايك في رامي؟ بتاع الكلب؟ يدمك؟ يعني بصراحه هو مؤدب محترم أمور يعني شكله من ناس، بس عنده كلب. يا بعدين انت بتسألي ليه؟ حاسه معجب بيكي. ماما انت ما قعدتيش معاه ولا ثانيه. هو لما يعمل كل ده وبعدين يبعت ورد تاني النهارده؟ لا بقى ده يبقى اسمه اعجاب. هو بعت ورد تاني؟ ايوه ورد حلو قوي. يا عيني ما يعرفش انك بتكرهي الورد. وعلى فكره سايب الكارت ده كمان. يا ريت تقبل الورد ده مني اعتذار ليكي. رامي بتاع الكلب. مش فاهمه هو عايز مني ايه. بعت لها ورد تاني النهارده الصبح وبرده مفيش اي رياكشن. اعمل ايه؟ انا مش هفضل مستني كده، مش هعمل اي حاجه يعني. انا
اكيد هي مش هتجي لغايه البيت لوحدها. طب نشوفها على فيسبوك. اسمها دارين البيلي. طيب دبل اي مثلا؟ لا اي اي ايوه دارين البيلي. سوق احلى كده شويه يعني شويه. انا عارف ان انا مقفول شويتين يعني، بس بصراحه مش عارف اوقف نفسي خالص. توقف نفسك عن ايه بالظبط؟ اكلمها. ايوه عن اني اقتحم حياتك. شفتي صراحه وبجاحه اكتر من كده؟ بصراحة ما شفتش، بس أنت ما تعرفش تقتحم حياتي. أنا اللي يدخل حياتي بيدخل حياتي بمزاجي. طب ما تسألينا مزاجك كده يعني، إيه رأيك في الموضوع؟ موضوع إيه؟ أنا ما فيش بيني وبينك مواضيع. وبعدين أنا قبلت القعد كنوع من الذوق، زي ما قبلت أرد عليك دلوقتي لنفس السبب، عشان مش عايزة أكون قليلة الذوق. فده مش معناه أي حاجة. وعلى فكرة لو أنت بتدور على واحدة تصاحبها شوية وتقضي معاها وقت، فدي مش أنا خالص. أنا هقفل. باي. شوف حلوة ازاي؟ الحق رامي طلعت ما بحبش الورد، وأنا هريها ورد كل يوم. بس بتحب إيه بقى؟ شوف كده. بتحب الحصنة؟ حصانة تاني. تحب القهوة؟ تحب ايه كمان؟ تحب المنفي؟ فيليب وافغ برينك. يا مالها جعانة على طول كده ليه؟ شكلي فيلي عجبك. بصراحة أصل أنا بحبه قوي، ولو لقيته معمول وحش يعني كنت هقفل منك قوي. أنا كنت عارف إن فيلي هو اللي هيجيبك. نعم؟ لا ما أقصدش، أنا أقصد دي حني إن أنا كنت بدور على حاجات كتير عشان يعني تشجعك إنك تقابليني. كويس إنك بتحب الأكل وفيلي بالذات. قصدك أصل أنت بتكلمني في نفس اللحظة اللي أنا بسألهم عاملين إيه على الغدا، فقالوا لي سبانخ، وأنا والسبانخ يعني مش صحاب خالص. طب يا رب يعملوها كل يوم. أوفر أنت شوية ولا إيه؟ لا بجد والله مبسوط قوي إن أنا قاعد معاكي دلوقتي. وايه اللي يبسط في كده بقى؟ هو انت ليه كل اجاباتك غير الاجابات اللي انا متعود عليها؟ هو في اجابات معينه انا المفروض اقولها يعني انت متعود عليها من البنات اللي انت تعرفهم؟ هو انت بتاع بنات؟ يعني اكيد اعرف بنات. يعني الاول اتعرفت على رامي بتاع الكلب، ودلوقتي رامي بتاع البنات، ورامي بتاع ايه كمان؟ يعني رامي بتاع الشغل وبتاع مسؤولية وبتاع جواز. عرفت كم بنت قبل كده؟ يعني شكلي عايش بقالي كتير، فأكيد عرفت بنات كتير. عمرك خنت البنات اللي أنت كنت تعرفهم؟ ما مش معنى إن عرفت بنات كتير إن أنا حبيتهم، وأنا مش معترف إن في خيانة طول ما فيش حب. يعني أنت أصلاً كنت بتصاحب بنات أو بترتبط ببنات وانت مش ناوي اصلا تتجوزهم ولا حاجه، فانت كده بتخونهم على فكره يعني. وانت في حاجه معينه مخليكي بتدوري بس على العيوب اللي فيها؟ يعني نفسك تلاقي عيوب معينه؟ ممكن تدوري الاول الحاجات الكويسه اللي فيها وبعد كده العيوب هتظهر يعني. على فكره عمري ما هعرف الحاجات الكويسه اللي فيك، لان اي اتنين بيبتدوا يعرفوا بعض دايما يرسموا الحاجات الكويسه، عشان وبعدين بقى الحاجات التانيه بتبان. لا انا اكيد فيها عيوب وانت كمان فيك عيوب، بس اكيد وانا قاعد معاكي دلوقتي مش هدور على عيوبك. هدور على الحاجات الكويسه اللي فيكي الاول، وبعد كده سيب العيوب تظهر بعدين لوحدها. هو انت بجد عايز تتجوز؟
طبعا انا اهلي ماتوا وانا صغير وانا بحب الاسره، نفسي اعمل بيت فيه ناس بتحب بعض بتحترم بعض، بيت فيه دفى كده. وبصراحه يعني الوحده وحشه. بس بصراحه انا الراجل اللي هيتجوزني احب انه يتجوزني علشان يبقى عايزني انا، مش يتجوزني عشان خاطر حلم او امنيه ممكن يحققها مع اي واحده خلاص. ايوه بس انا اخترت ان الحلم او الامنيه دول يبقوا معاك انت. بس انا لسه ما اخترتش. اوكي هستنى وهديك وقتك تفكري، ولما تقرري حاجه قولي لي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ يا مولانا اتفضل في الصالون. شكرا. اتفضل يا حبيبي. والله يا ابني انا فخور وسعيد بيك جدا. انسان محترم راقي من عيله انا عارفها كويس، وبصراحه كل الكلام اللي قلته ممتاز وبالنسبه لي عظيم جدا، بس بقى نشوف راي الهواني. والله انا معاك يا رؤوف، انا مبسوطه جدا برؤوف. والله متشكر على كلامك جدا يا سياده الوزيره، بس دارين لغايه دلوقتي ما قالتش اي حاجه خالص. يعني انا موافقه جدا على كل اللي انت قلته بصراحه، ان شاء الله لو كملنا مع بعض اكتر حاجه بسطاني ان احنا هنبقى قاعدين جنب مامي وبابي. بس يعني في حاجه بالنسبه لي مهمه جدا، انت لازم تمشي الكلب، يعني مش من اول الجواز، دلوقتي. امشي الكلب ازاي؟ مش فاهم. يعني انت لو عايز تخطبني وبعد كده تتجوزني، يعني مش هينفع يبقى عندك كلب، لانه يعني انت هتلعب بقى مع الكلب والكلب هيلحس ايدك وكده، وانا بصراحه يعني مش هقدر استحمل، يعني غصب عني. انا اسفه جدا. لا خالص، بس اكيد لما نتجوز يعني الكلب مش هيقعد معانا في البيت، هيقعد في بيته في الجنينه، ده هيبقى بعيد عننا خالص. رامي بليز، ممكن بس تفهم حاجة؟ أنا ما بستحملش الكلاب، يعني لا بحب ريحتهم ولا صوتها وهوتهم بالليل، ولا إنك تكون بتلعب معاهم بقى وكده ويلحسوا إيدك وبعدين تيجي تقعد معايا تاكل أو تشرب. يعني أنا بصراحة ممكن أقرف جدا، يعني I'm very sorry، بس هي دي أنا، يعني أنا آسفة. بس رومي أنت لازم تستني لما تعرف رومي ده غير أي كلب، بيسمع الكلام جدا، وبعدين لو على النظافه انا ممكن احمله كل يوم وادخل انا كمان استحمى قبل ما اجي اقعد جنبك في البيت، مش مشكله. رامي من فضلك كيس كلوزد، انا مش هقدر اتجوز حد عنده كلب، وده شرطي الوحيد. خلاص بقى يا رامي، مش مشكلتي الكلب يا سيدي، لو ده طلب دارين. لو بنت غامي حيوانات ربوا حصان، دارين بتموت في الحصينه. الحقوني يا جماعه، ده بيفكر. دارين حبيبتي، هو بس بيشوف وبيفكر هيتصرف فيه ازاي، يوديه فين. وبعدين بصراحه يعني انا مش متحمس قوي لفكره ان انا اتناقش في موضوع زي ده بصراحه. حضرتك يعني الكلب ده بالنسبه لي يعني انا مربيه من هو صغير، يعني ومعايا طول الوقت. رامي لو سمحت ما تكملش، عشان افتكر يعني اللي هتقوله هيكون عيب شويه. خلاص هحاول اتصرف كده. حاضر. انها تعيش مع مخلوق ما بتحبوش. بس انا علاقتي برامي مش سهله كده. انا بعت لها مسج وحكيت لها فيها قد ايه انا مرتبط بيه، وانها مربيه وهو عنده 40 يوم. طيب وقالت لك ايه؟ عملت لي بلوك. بس قبل ما تعمل لي بلوك بقى بعتت لي مسج قالت لي فيها ان هي اسفه لنفسها انها حطت نفسها في مقارنه مع كلب. انا عايز البنت دي. طيب خلاص يا رامي، انت كلام ما قدامكش غير انك تمشي رامي، وديه لاي حد انت بتثق فيه.
وبعدين انت مش كنت قايل لبابا انك هتتصرف في موضوع الكلب ده؟ ايه اللي خلاك تغير كلامك؟ مش قادر، ما عنديش انا يعني اي ميزه تخليها تتنازل عن حاجه انا متعلق بيها للدرجه دي. انا لو سبته لحد تاني هيموت. انت هتعمل ايه يعني يا رامي؟ معلش انا جيت فجاه كده، بس دارين ما بتردش عليا بقالها 3 ايام فمش عارف ايه. حبيبي ده البيت بيتك، تشرف في اي وقت طبعا. وحابب اقول لك ان موضوع رومي خلاص، انا شفت حد هياخده. ده قرار سليم، ده تفكير الناس العاقله. طبعا انا مقدر علاقتك بالكلب بتاعك، لكن اذا كان هيقف في مستقبلك فاللي انت بتعمله ده هو عين الصح. برافو عليك. انا هطلع ناديها تقعدوا تتكلموا مع بعض شويه. اتفضل اتفضل، البيت بيتك. اتفضل يا بطل. انا ما كنتش ناوي اتكلم معاك تاني دول، ان بابي ضغط عليا. انا بس عايزك تفهميني وتقدري موقفي، واعرفي ان الاصل في الامور ان مش كل واحد يعمل كل حاجه على مزاجه 100%. في امور كده لازم ندور فيها على حل وسط. بس انا بقى مش كده، انا بتاعت البرفكشن ال 100%. الدنيا بالنسبه لي ابيض يا اسود. وبعدين يعني ما تفتكرش انك لما تمشي الكلب بتاعك تبقى انت كده بتعمل لي فيفر. على فكره بقى، الفيفر والمجامله الحقيقيه الكبيره هي ان انا وافقت اتكلم معاك تاني بعد ما حطيتني في مقارنه سخيفه انا وكلب. يعني هقول لك بجد حاجه بسر، يعني انت الوحيده اللي هقول لك كده. انا ابتديت احبه وحاسه ان انا معجبه بيه بجد. كان ممكن يجرى لي حاجه لو اختار الكلب عليا. طب استني استني، هو معايا على الودي، هكلمك تاني. باي. الو، ازيك يا دارين؟ ايوه يا رام، مشيت الكلب صح؟ بص يا دارين، يعني انا كنت اتمنى انك تبصي لي وتبص على علاقتنا بشكل احسن من كده، شكل فيه احترام لاحتياجاتنا احنا. وبصراحه يعني انا كنت فاكر لما تشوفيني ان انا مرتبط بالكلب بتاعي ازاي انك تفهمي وندور على حل وسط. لا يضايقك ولا يضايقني. اكيد يعني فيها مميزات تخليكي تتغاضي عن مشكله صغيره زي مشكله رومي، بس انا بصراحه متضايق انك ما فكرتيش الا في نفسك وبس. على فكره بقى، انت حر في رايك، يعني انت لو فعلا بتحبني وعايز تتجوزني زي ما انت بتقول المفروض يعني تضحي شويه. واللي عايز تتجوزني كمان لازم هي كمان تضحي. على فكره انا اسف جدا يا دريم، مش هسيب الكلب بتاعي اللي ربيته وعايش معايا بقاله 7 سنين. جود لك وربنا يوفقك في حياتك. باي. ودي كانت أول صدمة في حياتي، حصل اللي عمري ما كنت أتخيل إنه ممكن يحصل معايا أنا بالذات. لا وإيه بقى؟ أنتِ مش متخيلة يا دودز. يا دودز إيه؟ توكن تو يو. ما أنا معاكي أهو، أهو حاجة قولي. كنت بقول لك أنتِ مش متخيلة قد إيه عامر بيحبني. دي واصلة بيه المرحلة إن أنا لو اتأخرت بس عنه ساعتين أو غبت يعني ما بعتلوش ما كلمتوش يبقى قاعد هيفرق كده وبيتجنن ويقعد يفكر يا ترى هي فين؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ فاكراني ولا نسياني؟ سو كيوت يجنن، بس حرام. ايوه بس يعني يخنق شويه مش كده؟ يخنق في ايه يا دودز؟ بقول لك هو بيبقى حايز يطمن عليا مش اكتر. انا بوحشه، فاهمه؟ كويس، المهم تكوني مبسوطه. طب وانت يا دودز؟ انا مالي؟ رامي ما وحشكيش؟ اكيد لا. فعلا؟ يعني ساعات بيجي على بالي. بصي انا كنت فاكره انه هيندم وهيرجع يبعت لي وكده، بس بقاله شهر اهو مختفي، ما بشوفوش حتى في الكومباوند. مجنون ده ولا ايه؟ طبعا هو اصلا مش فارق لي، يغور هو والكلب بتاعه. هاي يا بنات. طنط عامله ايه؟ ازيك يا النهارده كان يوم صعب قوي في الوزارة. انا خلاص ما بقتش قادره. معلش يا ماما، انت وزيره يعني برضو حاجه كبيره، فطبيعي تتعبي شويه.
معلش احنا ما بناخدش كل حاجه ولا ايه؟ الله، طب ما نقول لنفسنا الكلام الحلو ده. ايه يا ماما؟ ما كفايه بقى. انا هروح اجيب حاجه لصودا عشان راسي وجعان. شايفه؟ مش طايقه انتقاد. هو انا ممكن اقول لك على حاجه طنطو؟ ما تزعليش. بصراحه انتوا اللي عملتوا فيها كده. دينا احنا ربنا دارين احسن تربيه. هي بس بتعتز بنفسها قوي، طالعه لخالتها. ما خدتش الاسم والشكل بس، ده حتى الطباع بالكربون. لا يا طنط دارين، دي حوار تاني خالص، دي معديه اصلا. هي هتفضل كده طول الوقت في استراليا مش ناويه تنزل مصر؟ انت عارفه قالت لي ايه؟ ايه؟ قالت لي انا مش هنزل مصر تاني الا على فرح دارين، وغير كده محدش يقول لي تعالي. اكتر واحده نفسها دارين تتجوز. والله وانا كمان يا طنط، عشان النحس يفك علينا كلنا بقى. بصراحه انا بنتي صعبان عليا، عايزاكي تركزي معايا يا ديما، حاولي تفكيها كده. حاضر يا طنط، انا هفكها واركبها من اول وجديد، ما تقلقيش. هاي يا بنات. هاي دندوني. هي روحي. شفتي رضوى اللي حكيت لك عنها؟ دماغ قوي ها؟ لذيذه جدا. يا بيبي. بقول لك ايه؟ عايزه افهمك على حوار كده. فهميني. شايفه بقى ادهم اللي هناك ده؟ في لقطه ما بينه وما بين يسرى. ولبنى بقى دي كانت مصاحبه وائل ومفركشه، بس يا حرام بتحاول ترجعه ابس اند داونز كده. بس. بتاع الخلط من فوق. بالظبط. بتعمل ايه يا قلبي؟ وحشتني. طب ما تيجي نقوم يلا. يلا. وانا الصراحه انا مش شايفه اي مشكله في اني ابعت لها فويس نوت على الجروب. ايوه طبعا يا يسرى، لا ما فيهاش اي مشكله. يسرى يسرى اسمعيني بس، انا ابويا بيكلمني من الناحيه الثانيه من المانيا، لازم ارد عليه. يلا سلام. الهبل هيشتغل بقى ولا ايه؟ هاي يا جماعه زيكم، بقول لكم ايه، انا عازمكم بكره ان شاء الله على الغدا عندي في المطعم الايطالي. بالنسبه لدارين، دارين انت يمكن مش عارفه اني انا عندي فندق، خلي دينا بس تحكي لك وتقول لك على العنوان بتاعه. انا مستنيكم بكره على الغدا حوالي تقريبا الساعه 4. سلام. هاي دارين ازيك؟ أنا مش عارف لو لسه سمعت الفويس نوت اللي بعته أنا على الجروب حالا ولا لسه لأ، بس يا ريت تسمعي، أنا مستنيكي بكرة. سلام. سمعتها. إن شاء الله، ميرسي جدا يا أبي، ثانك يو. هاي يا جماعة. هاي هاي. هلو. ازاي جدا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. مبسوطة اني شفتك. وانا كمان. تاكي. بليز. هاي بدو. هاو ار يو بيبي؟ جود حبيبي. ثانك يو. دينا دينا خش الكرسي. سوري. ثانكس. منورة. ثانك يو ميرسي.
وايه القرف اللي بتعمله دينا ده؟ شايفه؟ حد عايز يروح التواليت؟ اه يلا لازم نروح التواليت. مكان حلو قوي على فكره بجد؟ اه اي لايك ذا لايتنج، منور كده، اتس فيري بوزيتيف. هي دي اول مره انت تيجي الاوتيل؟ اه اول مره. لا ده انا كده لازم اخدك تور بعد الغدا. ايه بقى الهبل اللي بيحصل ده؟ انا مش مصدقه والله. يا جماعه انا ودينا اصحاب من اعدادي، انتوا متخيلين هي بتعمل معايا ايه؟ انا ببعت لها واتساب تيجي وهقول لها تيجي لوحدها. بس انت يا يسرا انت كمان ساكته له ليه؟ وانا اعمل له ايه يعني؟ خلي بالك هو لحد دلوقتي ما قاليش اي حاجه، ولو اتكلمت معاه في اي تفصيله قد كده مش عاجباني بيفضل بقى يقصر في الكلام ويبقى عايز يقول لي يعني هو ايه احنا في بينا حاجه؟ لا بقى ده يبقى اسمه استهبال. امال رايح جايه معاكي ليه؟ مش بيتكلم غيرك ليه؟ خير يا جماعه في ايه؟ ايه يا يسرا ساكته ليه؟ تتكلمي. هو ايه يا دينا نظام صاحبتك يعني؟ انت مش فاهمه ان في حاجه بيني وبين ادهم؟ طب وانا فاهمها ليه؟ اذا كان انا معرفاها عليكم امبارح. طب يا دينا بما ان انت لسه معرفاها علينا امبارح دخليها الجروب ليه؟ والله لا على فكره انا استاذنت وسالت قبل ما ادخلها على الجروب وكلكم قلتوا تمام ولا ايه؟ وانا ما قلتش حاجه. ما بلاش القفش الاهبل ده، دارين لا بتصاحب ولا عمرها صاحبت قبل كده، تمام؟ وعلى فكره بقى يا ستي يسرا انا شايفه والله ان الاستاذ ادهم هو اللي عامل ابروتش الاول، تمام؟ ولو مش عاجباكوا انا ممكن اخدها وامشي عادي جدا على فكره. مش موضوع كده يا دينا، بس يعني مش معقوله بعد كل اللي عملناه عشان نظبط يسرا الادهم تيجي البنت دي بتخطفه كده عادي يعني من وسطنا. اه والله حرام. يسرا عايزاكي بليز. لا يا حبيبتي خليكي احنا ماشيين. بالهنا يا قلبي يلا يلا يا لوبي يلا بسرعه يلا يلا. انت عارفة؟ احنا تقابلنا من 3 سنين. 3 سنين؟ بجد؟ ايوة. انت تعرفي جو حداد اللبناني؟ اه يس اي دو. كان عامل حفلة في البيت عنده من 3 سنين تقريبا وانت كنتي موجودة. ايوة ايوة كنت موجودة بس احنا ما تقابلناش مش كده؟ انت ازاي فاكرني؟ في وشوش كده حتى لو شفتيها ثانية ما تقدريش تنسيها. كملي اكلك. انا فاهمة كويس قوي ان رضوى بتسخن، بس بصراحة يا دينا الموضوع مستفز من غير ما حد يسخنني. فعلا؟ طب تمام. أنا بقى هقول لك على حاجة مهمة قوي يا يسرا، لو بعد الفترة دي كلها وأدهم ما اداكيش الاهتمام الكفاية وجت دارين وشغلته زي ما أنتِ ما بتقولي يبقى فعلا ما ينفعكيش. اخصى عليك يا دينا. هو ده ردك؟ بتبيعيني أنا عشانها؟ طب وحياة أمي ما هتطول. لغاية السنة اللي فاتت كنا 220 أوضة، دلوقتي من السنة دي بقينا 300. واو. امبرسيف. الحمد لله. أدهم من فضلك عايزاك العصر. الحق. يسرا شكلها تخربها. أنا أسف. اتفضل. آه سوري هاخده منك شوية. سوري؟ تاخديه مني شوية؟ تقصدي إيه بالكلام ده؟ أم سوري يا يسرا مش كده؟ بصي يا يسرا انا ماليش في حوار البنات بتاعكم، واضح ان وجودي مضايق ناس، ف ام باري سوري انا مش هقدر اقعد مع اذنكم. ما كانش ليه اي لازمه الهبل ده كله على فكره. استني يا بنتي رايحه فين؟ انا اذنكم يا يا دارين. اوف يا دارين. دارين اكيد هي غيرانه منك اكيد. وانا مالي؟ ما تلقحش عليا بالكلام. وبعدين انا لا يفرق لي هو ولا كل الجروب بتاعك ده، وانت اللي غلطانه انك عرفتيني على ناس بالمستوى ده. اوكي ابعدي بقى انا عايزه امشي. ينفع كده يعني؟ اه ايه ده ايه ده؟ العبيطه دي ولا ايه؟ اكيد متعصبه شويه عادي يعني. متعصبه يا يوسف؟ تعالى اتمخ، مش تحترم الناس اللي واقفه معاها؟ ده التناكه دي. دينا ما المحش البت دي تاني. دي انتمتي يا عامر. بس مش محترمه. وقللت الادب وشايفه نفسها على الفاضي. من فضلك ما تغلطش اكتر من كده. طب يلا نمشي. اتفضل. على فكره انا معظم الشله دي اعرفهم بقالي سنين وهم ناس كويسه جدا، بس زيهم زي اي بني ادم عندهم عيوب. يعني
أنا بصراحة مش عارفة أنا عملت إيه أو ضايقتهم إزاي، مش حاسة إن أنا غلطت في ولا حد فيهم. أنتِ ما عملتيش حاجة غلط، وأنا عشان كده خدت منهم موقف وقطعتهم، مع إني أنا عارف هما عملوا كده ليه. يعني أنا تقريبا عارفة، بس اللي أنا مش عارفاه أنت ليه صممت تقابلني النهاردة. كنت عايزة أقابلك عشان أعتذر لك، وعشان أقول لك إني أنا قطعتهم فعلا عشان خاطرك. وليه تعمل كده؟ حابة أقول لك، بس الأول تقولي لي رأيك في الأكل ده. تعالي. يوم ما شفتك من 3 سنين فاتت كان نفسي أتعرف عليكي، كان نفسي أعرف أنت مين، بتعملي إيه. بس يوميها خدت بالي إن كان معاكي حد، صديقك، خطيبك. خطيبي. وحرجت، ما حبيتش إني أقرب ساعتها. بس بيبقى كده، في ناس بتعرفيهم ومن أول لحظة بتبقي عارفة إنك عايزة تعرفيهم أكتر، وده اللي حصل معايا يوميها. طيب بص يا أدهم، أنا هتكلم بصراحة شوية لأن أنا ستريت فورورد. بليز. أنا لسه خارجة من تجربة خطوبة مش أحلى حاجة في الدنيا بصراحة، ويعني ماليش في موضوع الصحوبية والحب من باب التسلية والحاجات دي، وأنا شخص صعب، بزهق، متعبة جدا، فيعني فكك مني في الموضوع ده وخلينا friends if we can. طب أنا هتفق معاكي على حاجة. نتفق. أنت تعملي اللي أنت عايزاه. Thank you. وتسيبيني أنا أعمل اللي أنا عايزه. إيه رأيك بقى؟ مش كده أحسن؟ Fair enough. أوكي. طب احكي لي بقى. أنت بقى بتحبي إيه في الحياة الظريفة اللي إحنا عايشينها؟ أكتر حاجة بحبها جدا هي السفر، عارف؟ يعني أروح بلاد جديدة، أشوف كولتشرز تانية، أشوف ناس تانية، تيكينج أوف واللاندنج، إن أنا بين السما كده، بين السحاب، أكن عندي جناحات وطايرة، فاهم؟ اتس أميزنج، أدرينالين. كويس؟ أنا تمام. لا شكلك مش تمام. لا أنا تمام، أنا تمام. بس حسيت إني مش قادر أخد نفسي بس شوية. طب let's call it a day وأنت تطلع تستريح. لا أنا أحسن، أنا أحسن بكثير. Sure. يا تمام. بقول لك إيه، أنت مش هينفع تمشي من غير ما تجربي التشيز كيك بتاعنا. أحلى تشيز كيك في مصر. أنا مش فاهم يعني. متجمعين كلنا وجايين على ملا وشنا، وأدهم أصلا صاحب الليلة مش موجود. إحنا مش عايزين أدهم. احنا عايزين ناخد قرار، يا يعني نقف جنب يسرى ونرد لها كرامتها، ان بجد بقى نفضها سيره ونبطل نعمل فيها اصحاب. ايوه المفروض نعمل ايه يعني؟ احنا مش لسه هنعمل، احنا عملنا خلاص. انا ورادو عرفنا حاجات كتير قوي عن دارين دي. شوفوا بقى، البتاع اللي اسمها دارين دي اتقدم لها يجي 100 واحد وكلهم خلعوا منها. عارفين اخر واحد سابها ليه؟ عشان خيرته ما بينها وما بين الكلب بتاعه، فهو اختار الكلب. يا سلام. وحياتك يا بنتي، دي بنت مجنونه ومريضه نفسيا، فاكره نفسها مثلا يعني احسن اختراع بعد الكهرباء. طب حلو قوي الكلام ده، ايه المطلوب بقى؟ احنا عايزينك توصل الكلام ده لأدهم. يا ريت بس هو يصدق. بالظبط، وحتى لو صدق الكلب مش معنى كده ان هروح يجري يترمي تحت رجلي يسرى. يا سيدي نخلص من البتاعه اللي اسمها دارين دي الاول وبعدين نفكر ليسرى. انا اسف. وائل بليز عشان خاطري روح اتكلم معاه. أدهم اصلا لو عرف ان كان في حياتها رجاله كتير هيقفل منها، وانت كمان يا تامر روح معاه، هو هيصدقك وانتوا اقرب اتنين ليه. لا انا ماليش في الحوارات دي. هتروح؟ حاضر. ممكن موكا؟ طب ممكن اسالك انا بقى سؤال؟ يا ريت تقبلي. اهو من باب التغيير. انا بقالي ساعه بسالك. طيب اوكي. يعني ما تعتبرش ده تدخل قوي في حياتك يعني، بس سؤال عمال بيزن عليا. بليز. هو انت ويسرى يعني علاقتكم ايه ببعض؟ يعني ايه الحكايه يعني؟ بص يا ستي، موضوع يسرى ده بسيط قوي. صحابنا كانوا بيحاولوا يقربونا من بعض، وانا ما كانش عندي مشكله على فكره، كنت بتعرف عليها عادي اصحاب، بس ما كنتش حاسسها، وفجاه ظهرتي حضرتك فالموضوع عندي مات تماما. يعني انت ما صاحبتهاش؟ لا. اوكي. وفعلا ما فكرتش مرتين، لان ادهم وفقت قليل جدا قدر يحسسني انه فعلا بيحبني، وانه فعلا عايزني وعايز يعمل لي كل حاجه بحبها في الدنيا. ما بقتش حاسه باي حاجه غير انه هو ده الراجل اللي انا كنت بدور عليه طول عمري. مساء الخير.
مساء الخير. اهلا اهلا ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. دي حاجة بسيطة. شكرا. اتفضل في الصالون. شكرا شكرا. اتفضل اتفضل. أنا من حيث المبدأ ما عنديش أي اعتراض على حضرتك. لكن طبعاً في النهاية الرأي بتاعها هي. أكيد، وأنا هبقى مبسوط جداً لو هي وافقت. إن شاء الله. طبعاً كنا حابين نتعرف على الوالد. أنا بسمع عنه كتير، لكن أكيد لازم أشوفه. أكيد. بس زي ما أكيد حضرتك عارف الوالد عايش في ألمانيا. بس أنا قلت لو في موافقة مبدئية نقرا فاتحة. وإن شاء الله أول ما نحدد ميعاد الخطوبة والفرح أكيد هيبقى موجود. يعني مش كان المفروض تقولي إنك جاي؟ إزاي تفاجئني كده؟ وأنا الصراحة قررت إني أعمل كده إمبارح. وإنتي ليكي إنك توافقي أو ترفضي. يعني بالعكس، أنا شايفة اللي أنت عملته هو الصح. يعني أنا أي راجل بعرفه في حياتي بيفضل في الفريند زون لحد ما يتقدم ويعمل زي ما أنت عملت. أنا بس متفاجئة من السرعة اللي أنت عملت فيها كده. يعني لازم تعرفي عني اني انا ما بحبش اضيع وقت. طبعا الا اذا انت عندك اي اعتراض عليا انا شخصيا. لا خالص، انا بس يعني في حاجات كتير قوي ما اعرفهاش عنك، زي ما انت في حاجات كتير قوي برضو ما تعرفهاش عني. واكيد هنعرفها مع الوقت. وعلى فكره خطوبتنا دي هتخلي اننا نقرب من بعض ونعرف بعض اسرع. إلا بقى لو في أي حاجة في دماغك أنت نفسك تسأليها، اسأليها وأنا موجود. يعني ممكن أتكلم بصراحة؟ جدا. أنا في حاجات في حياتي يعني ضرورية جدا، ويعني مستحيل بصراحة أتنازل عنها. أوكي. زي إيه؟ يعني مثلا المكان اللي هسكن فيه بعد جوازي. لا بصي بقى، في دي ما تقلقيش. شفتي الفندق بتاعي اللي أنت جيتيه ده؟ آه. أنا واخد آخر دور. أنا قلبته بيت مصروف عليه كتير جدا، وبصراحة أنا عامل فيه برايفت بول وبرايفت جيم وقاعة سينما. هيعجبك قوي. يعني it sounds perfect، بس يعني I'm very sorry، مش هينفع. مش هينفع ليه؟ عشان أنا لازم أبقى ساكنة جنب مامي بابي هنا في الكومباوند. مش هقدر أبقى قاعدة في حتة بعيدة عنه. بس إحنا ممكن نروح هناك في الويك إندز. الويكندز. وانا بكلمك عن كابانيا يعني عشان تقولي لي نروح نقعد فيها الويكندز. انا بكلمك عن شقه كبيره جدا ومصروف عليها اكتر من 50 مليون جنيه. يعني بصراحه حتى لو مصروف عليها 50 مليار، يعني I'm very sorry، مش هقدر يا ادهم. يعني انا لازم ابقى جنب امي وابويا. اوكي ماشي، بكره يا ستي اجيب لك احسن فيلا موجوده عندكم هنا في الكومباوند، ونبقى ما بين هنا وهناك. ايه رايك؟ ده ايه المتحف اللي احنا فيه ده؟ كلامي تامر، كلامي تامر. بقول لكم يا شباب، انتوا طبعا عارفين معزتكم عندي، وطبعا لحظه زي دي انا مش هينفع اني اعديها كده لوحدي من غيركم. مع اني قافش منكم انتوا الجوز، بس برضه ما ينش عليا. هو انت جايبنا ليه هنا يا معلم؟ وبعدين ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده؟ وده بيت مين اصلا؟ بصوا بقى يا جماعه، النهارده قرايه فتحتي على داري. يا نهار اسود، يا نهار اسود. استنى بس استنى يا ابني يا ابني، ملف السعد يا ابني. الف مبروك يا بلاديين. الله يبارك فيك حبيبي. لا يعني الصراحه انا اتفاجئت مفاجاه حلوه جميله. مبروك مبروك يا بلدي. مبروك. ماشي يا تامر، طب يلا اتفضلوا عشان الناس هتتابعها. رضوى هتعلقني من حواجبي، هتوحشني.
ده اللي ما يجيبها الا رجالها؟ بصراحه هو غفلنا جامد. بس يعني هو في الاول وفي الاخر راجل وحر يختار اللي هو عايزه. طب ويسرى؟ حبيبتي دي في البيت منهار عياط. يا عيني يا يسرى، يا جماعه انتوا لازم تروحوا تهدوها. تامر انت بالذات تسكت خالص، انت ليلتك معايا سودة بالصوره اللي انت متصورها دي. مش انا. لا انت بقى يا حبيبتي. طب انا ذنبي ايه؟ احنا اصلا روحنا مكان احنا مش عارفين. طب بصي بالذمه ده انا ده واحد مزبهل. انت بس والله يا ادهم ده طلع قادر. معقوله قدر يعمل في يسرى كده ويدخل الجروب مخصوص عشان يحرق دمها؟ بقول لكم يا جماعه الموضوع ده خلص وانتهى، فككوا بقى وكل واحد يعمل اللي يريحه. تمام. انا عندي ليكي مفاجاه. ايه بقى؟ انا بحب المفاجآت جدا على فكره، انت عارف صح؟ انا عارف. اوكي بصي بقى. قبل ما اجي هنا النهارده اوكي كلمني السمسار بتاع الكومباوند بتاعكم ولقلنا فيلا بيقول لي عليها تحفه كبيره وواسعه ومتشطبه هايل وحمام سباحه وكل اللي انت عايزاه. وعلى فكره على بعد 3 شوارع من البيت عندكم. ايه ده؟ ايه السرعه دي؟ شفتي بقى ازاي كده؟ احنا بس بكره نروح نتفرج عليها ولو عجبتك نخلص فيها على طول. مصدقه بصراحه. ستندهشي. انت بس تقهريني على فكره. طب احكي لي بقى ايه تاني نفسك تعملي؟ نفسي نبقى الهاني مون بتاعنا all over the world. عايزه اسافر بقالي كتير قوي ما سافرتش. طب هقول لك على رايي. قولي ايه رايك ناخد كروز نلف في اوروبا كلها؟ لا مش هقدر طبعا. ليه؟ انا لما بركب مركب بيجيلي سي ديزنس سي سيكنس اسمه بدوخ بتعب جدا وضغطي بيفضل واطي طول الوقت. طبعا اكيد مش هعمل كده، يعني مش هقضي هاني مون في مركب، يعني مستحيل. يور جوكينج. طب بصي هي الصراحه ايه؟ انا عندي مشكله مع الطيران. مشكله ازاي يعني؟ مش فاهمه. يعني تقدري تقولي عليها فوبيا من الطيارات. ما بقدرش اتعامل مع الطيارات خالص. امال انت بتسافر ازاي؟ انا عشان كده سفري قليل جدا، يعني ممكن اسافر بالبر، ممكن اسافر بالبحر، ممكن اركب قطر، انما طيارات لا ما بقدرش. ار يو سيريس؟ يعني دي مشكله كبيره جدا على فكره، يعني مش بس ليك، مشكله كبيره لينا احنا الاثنين. يعني انا بصراحه ما اقدرش اربط حياتي مع راجل مش بيسافر. انت عارف السفر بالنسبه لي مهم ازاي، ودي اول حاجه قلتها لك اول ما تعرفنا. انا حياتي سفر يا حبيبتي. انا بسافر، انا بحب السفر برضو، بس ما بقدرش اسافر بالطيارات. انت سافري بالطياره وانا ممكن احصلك او اتصرف احصلك باي حاجه. يا سلام، يعني لما نعوز نسافر الفار ايست بقى انا هطلع بالطياره وانت تجيلي ازاي بقى؟ لا في مركب ولا في قطر، هتعملها ازاي دي؟ يا حبيبتي زي ما انت عندك مشكله في البحر انا عندي مشكله في الجو. ما اقدرش احس اني انا متعلق في نص الجو كده مفيش حاجه تحتيه. وبعدين ايه؟ الحادثه بفوره، موت على طول. والله والمركب ما بيغرقش والقطر ما بيعملش حادثه. بس على الاقل على الارض، على الاقل على الارض. It's all the same. No it's not the same. على فكره الموضوع ده محتاج تفكير جدا على فكره. يعني على فكره حبيبي انا فكرت فيه جدا وحاولت كتير قوي بس انا لا 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 هو انا اللي محتاجه افكر. يعني الموضوع ده بالنسبه لي كابوس، انت فاهم؟ ايوه يعني انت عاوزه تقنعيني ان الموضوع ده ممكن ياثر على حياتنا مع بعض؟ اكيد هياثر، لان ده جاي في حاجه مين جدا بالنسبه لي. ادهم انا عايزه اروح. تقدري بعد اذنك لو سمحت، لو سمحت روحني. الحقيقه انا اسف يا ادهم، دارين رفضت فكره الجواز بعد ما عرفت الحاله المرضيه اللي عندك تجاه موضوع الطيران. الحاله المرضيه؟ وانا شايف انك لو اتعالجت الحياه هتتظبط وتبقى كويسه قوي. على فكره انا عندي طبيب نفساني صديقي قوي، ممكن اكلمه وانت رايح. وافرض حضرتك يعني ما عرفش ساعد؟ هيبقى صعب، عشان كده بقول لك لازم تحاول. بص بقى حضرتك، أنا كنت ممكن أحاول مرة ومرتين وتلاتة لو كنت حاسس إنها باقية عليا شرياني، على الأقل واقفة جنبي عشان ألاقي حل. إنما تنهي كل حاجة كده من غير ما تعمل اعتبار لأنا مين وعملت إيه عشانها، يبقى
يبقى كده انا ما يلزمنيش. الحمد لله ان كل ده حصل قبل ما نتدبس اكتر من كده. انا اسف. عيد ميلادي من تاني. فاتت سنة على أوحش سنة في حياتي، السنة اللي سابني فيها رامي وبعد منه أدهم. رامي سابني عشان الكلب، وأدهم سابني عشان مش عايز يسافر بالطيارة. صراحة يعني لحد دلوقتي مش مصدقة ان هم جوش على نفسهم علشان اسباب تافهة زي دي. المفروض ان انا دارين البرنسس الحلوة بنت العيلة اللي مفيش زيها. في حاجة غلط. عدت عليا السنة من وقتها وانا مش طايقة ابص في وش اي راجل. بس بصراحة يعني أنا لسه عايزة أتجوز. معايا دينا جاهزة؟ خلاص يا هاني. ناقص أساعدك. طب بقول لك ايه؟ فيلي هكلمك تاني. باي. مامي هو انت رايحه فين؟ رايحه الوزاره. هكون رايحه فين؟ هو انت غيرت طقم الحراسه بتاعك؟ اخد غير. هو في ايه؟ ما تعطلنيش انا متاخره. مفيش حاجه. ما انا كمان خارجه. اوكي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. مالك يا حبيبتي شوفي ليه؟ هو انت راجعه الساعه كام؟ على 6:30 7. هو في ايه؟ مفيش. جود لك. لاف يو. حرك بره. ايه ده؟ هو ايه اللي انا بعمله ده؟ فوق لنفسك. انت دارين البيع. لا بجد كوتش طارق ده حلو قوي. دارين. ايوه بس مروش. ايوه يعني هو مهايبر شويه بس لذيذ ودمه خفيف كده. ايه ده؟ وبعدين انا قلت اصلا اول ما اقول لك ان هو يعني كده هيعجبك لان هو يور تايب. لو على ماي تايب. فهو موجود دلوقتي عندنا في البيت عشان هو ظابط الحراسه الجديد بتاع ماما. وات مين ده؟ بصي عارفه الافلام الامريكاني؟ yes. شوفي كده الراجل فيري فيري ماسكلين كده ولابس البتاعه بتاعت الضباط دي. أيوة. الجلد دي اللي فيها الجنز. اوكي. وينزل من العربيه كده واثق من نفسه كده فاهمه؟ واو سو كول. لا مش مصدقاكي. يا عمر تكلمي عن حد كده بالطريقه دي؟ يعني ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ موضوع التورته بتاع الويشز ده نجح ولا ايه؟ يعني ما انا معجبه بيه على فكره عايز يعني بس يعني ممكن يكون متجوز مصاحب عنده كلب. اي دونت نو. معرفش. انا مش مصدقه. ايه ده؟ ليكون اللي احنا فكرنا فيه حصل. انت قريتي كتاب ذا سيكريت؟ ايوه طبعا قريته وحافظاه وكل حاجه. ايه ده؟ بصي انا لازم امشي الساعه 5. ايه ده؟ نعم. ده من امتى ده؟ بصراحه اصل مامي هترجع كمان شويه وبصراحه عايزه الحقها هي والظابط. عايزه اشوفه. مامي. ايوه مامي والظابط. أيوة. اوكي يلا. اي لاف يو. شكلها هتحلو يا دول. اتفضل يا فندم.
باي حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا مامي. يسلمك. هاي، ازيك؟ هاي يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طب اتفضل انت يا سيادة الرأي. بعد إذن عليك يا فندم. اتفضل. بعد إذنك يا فندم. اتفضل. ايه مالك؟ بتبصي على ايه؟ ها؟ ولا حاجة، هو مين ده؟ ده الرائد سيفي الفقي، ضابط الحراسة الجديد. تسأليه ليه؟ مش عارف، أصل حاسة إني شفته قبل كده، يعني بشبه. طب يلا ندخل؟ آه يلا يلا. كان يومك عامل إزاي؟ احكي لي. يلا يا زمر. صباح الخير. صباح النور يا فندم. جاز بسرعة. احكي لك يا محمد بيه على اصعب ماموريه مريت بيها في حياتي. كنت لسه ياما في المباحث، نازل اجيب عيال كده بتوع سلاح من ناحيه الفيوم، حته كده قرب الفيوم بس مش فاكر، هفتكرها لك دلوقتي. المهم دخلت المكان، اكتشفت ان العيال متسلحه تسليح تقيل. وهوب يا معلم سمعت شد الاجزاء تاك 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 تاك، والعيال اللي معايا لسه مستجده، مش في الانجاز يعني، بس انت عارف اخوك بقى في ضرب النار ما بيهزرش. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عمري انا سمعتك بتتكلم انك شاطر جدا في ضرب النار. اه يا فندم، ده شغلي، انا بطل رمايه. الله، اصل انا طول عمري نفسي اتعلم ضرب النار بصراحه. هايل يا فندم، ربنا يوفقك. طيب انا لازم استاذن دلوقتي عشان معالي الوزير على نزول. بعد اذن حضرتك. تقل دمك. دارين هنا؟ ايوه. انا ليا واحد صاحبي انما خطير بيدرب ضرب النار في نادي الصيد، يعني لو تحب اكلمه لك واوصي عليك. طبعا لا لا، ملوش لزوم، شكرا. امر يا فندم. خالص الصراحة، الحمد لله. يوم بقى لف. ازيك يا رامي؟ دارين ازيك، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الأخبار؟ جود. لونج تايم. اه لا، كان بقالي فترة كبيرة سايب الكومباوند بس راجع، كان عندي ظروف كده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وإيه جديد؟ لا في حاجات كتير حصلت، يعني كانت سنة وزيادة من ساعة آخر مرة شفتك. مظبوط. وأخبار الكلب إيه روميو؟ روميو كويس. خطيبتي بتحبه أوي. مبروك، أنت خطبت؟ أه خطبت. أه عقبالك. أه أنا كمان خطبت. إيه ده بجد؟ سوري عشان ما شفتش الدبلة بس. أه ما هي قراية فاتحة يعني، لسه هنلبس دبلة.
مبروك. الله يبارك فيك. خطيبي ضابط حراسات. رائد سيف. انا خطيبتي هدى درويش لو تعرفيها. مش واخده بالي سوري. لا هي مذيعه معروفه قوي. اوكي. طيب انت ليه موقفه كده؟ اصل العجله نايمه. طب انا اغيره لك؟ لا بس اوكي، ما هو السيف هيجي دلوقتي. اغيره لك لغايه ما يجي، ما ايه المشكله مش يعني؟ مش هتفضلي واقفه. لا مش مشكله بجد. لا والله مش مشكله خالص والله. صدقني اتس اوكي، هو هيجي دلوقتي. ثانك يو والله يعني ثانك يو. طيب اوكي. مساء الخير. مساء النور. الرائد سيف الفي. كابتن طيار رامي الوسيمي. اهلا وسهلا. العربية فيها حاجة؟ العجلة نايمة مش قلت لك؟ طيب استأذن أنا بقى، أنا كنت واقف عشان أساعد برضه. ميرسي يا رامي، ثانك يو. ثانك يو. ألف مبروك. مبروك على الخطوبة. الله يبارك فيك. بس ثانية واحدة، خطوبة إيه ومبروك على إيه؟ مش فاهم حاجة. خطوبتنا يا سيف، مالك؟ ثانك يو يا رامي بجد. باي. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه ولا حاجه. العيال نايمه محتاجه اغيرها. ثانك يو فور كومينج. لا عادي نصححها لك، بس انا ما بسالش عن كده. انا بسال عن موضوع ان انا خطيبي كده يعني، لو كان ممكن يعني. هي دي حاجه تضايقك؟ لا خالص، ده يشرفني ويسعدني كمان، بس للاسف دي مش حقيقه. يعني هبقى اشرح لك، مع ان انا متاكده انك مش فاضي تسمع كلام اي كلام يعني. بصي، هو انا تقريبا اذكى من اللي شكله باين عليا، بفهم وبحس ومستوعب الوضع اللي احنا فيه. تقصد ايه؟ مش لازم تحرجيني لما اول مره اتكلم معاكي بشكل مكشوف بشكل حقيقي وتقولي لا اقصد ايه، مع اني فاهم كويس جدا ان انت فاهمه ان انا اقصد ايه. بصي، انا غير، انا ما اقدرش اخبي انا حاسس بايه قدام ناس معينه ومهمه قوي. الله، ده انت طلعت بشر عادي زينا يعني وبتعرف تتكلم اهو. والله عادي، بني ادم زي كل الناس. بس معلش، ظروف شغلي بتحتم عليا تصرفات معينه، ما اقدرش اطلع براها. قصدك يعني ان انت ممنوع تتكلم معايا يعني؟ لا خالص، بس باي مناسبه يعني؟ صفتي ايه؟ يعني احنا ممكن نبقى اصدقاء. اصدقاء؟ ويا ترى معالي الوزيره هتبقى مرتاحه لحاجه زي كده؟ معلش سوري، يعني مامي مالهاش علاقه بالناس اللي انا اختارهم يكونوا اصحابي على فكره، مش لازم استاذنها يعني. اكيد طبعا، بس انا وضعي غير مختلف. انا قائد الحراسه بتاعتها، انا غير. ف قبل بقى ما انده العسكري عشان اغير الكوتش، ممكن اعرف بقى موضوع ان انا خطيبك ده ايه؟ وموضوع رامي ده ايه؟ مهتم تعرف قوي يعني؟ جدا. لما الماضي يظهر في حياتك مرة تانية عشان يأكد لك إن الحاضر والمستقبل ممكن يكونوا أحلى وأجمل بكتير. يلا رجالة استعدوا بره، استعدوا. دايما تبقى مبسوطة. بس اشمعنى يعني؟ عشان بكلمك في التليفون وعشان صوتك حلو. ده ايه الكلام الخطير ده؟ بصراحة أنا مش عارف أقول لك إيه. ولا حاجة. على فكرة
انا موجوده بالليل في الكلاب هاوس، يعني لو عايز تعدي تشرب معايا قهوه. خبر طبعا، ده شرف. ان شاء الله ان شاء الله. الارتباك اللي انا فيه ده على فكره غريب قوي، المفروض ان انا كبير عليه يعني. المهم انا فكرت كتير قوي قبل ما اجي، هل ده صح هل ده غلط؟ معرفش. ليه وانت اول مره تتكلم مع بنت؟ لا اتكلمت طبعا، بس انا طول عمري ما كنتش بفكر ادخل اي علاقه، يعني لعب او هزار. تقدري تقولي ان انا مش مقتنع بفكره ان في صداقه بين راجل وست، فعشان كده يعني علاقاتي كانت قليله قوي بالبنات. غير ان انا كنت في مدرسه بنين، اتخرجت منها على كليه الشرطه على طول، فيعني علاقاتي مع البنات كلها كانت في الانجاز عشان كده. امال ازاي بتقول ان انت كنت بتتكلم مع بنات يعني؟ اتكلمت مع البنات دول اللي هم بيكلمونا في التليفون عشان الشقق وعشان الفلاتر والحاجات دي يعني. فلاتر؟ انا ما اعرفش بصراحه بيجيبوا تليفون منين. انا ما اعرفش. سيلز يعني تقصد؟ سيلز. طيب هو انت حبيت قبل كده؟ طبعا حبيت مره واحده في حياتي. اوكي. مرة واحدة وأنا في ثانوي، بنت الجيران، بس كان بصراحة حب خطير قوي. وأول ما رحت كلية الشرطة قعدت أول 45 يوم، رجعت لقيتها اتخطبت. نادلة قوي بصراحة. لا 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 بصراحة، لا ما تظلمهاش، هي بس ما كانتش تعرف عشان أنا ما كنتش قلت لها. وان سايدد لاف يعني. إيه؟ أنت ميح خالص في الإنجليش؟ لا طبعًا، أنا بصي أنا مش خطير في الإنجليزي، بس يعني تقدر تقولي بفك الخط يعني. I can see I will go. I go to school by bus. ايوه عارفاها طبعا، هايل هايل. I go to school by bus. ميرسي. ايه اللي ضحك في الموضوع؟ انت بتتريقي صح؟ اكيد بتريق. سوري سوري، بس يعني مش مشكلة يعني. طب خليني اسألك سؤال، هو انا لو ما كنتش اتكلمت معاك يعني انت كنت هتعمل حاجة؟ بصي انا خجول صحيح، انا ظابط طول الوقت بتعرض لمواقف صعبة، بس انا عندي حياء مع البنات. بس مش باين عليك انك كده خالص. لا في الحقيقة انا كده. اوكي. عشان كده دارين هانم، انا مش هقدر اتكلم معاكي تاني الا بعد اذن معالي الوزيرة وسيادة المستشار. على فكرة مش عشان شغلي، علشان مبادئي. يعني تقصد ان احنا مش هنتكلم خالص تاني يعني؟ لا طبعا، أنا بس عايز كلامنا يكون في إطار محترم، أقدر أتكلم معاكي من غير قلق ولا مشاكل، نتكلم زي ما إحنا عايزين يعني. بصي أنا اللي مش هرضاه لأختي مروة مش هرضاه عليكي، أنا صعيدي شوية. وأنا مش فاهمة أنت فهمت إيه بالظبط يعني. على فكرة يعني أنا مش بقول نتصاحب، لأن أنا لا عمري صاحبت ولا عمري هصاحب، تمام؟ على فكرة أنا ما قلتش كده ولا أقدر أقول كده، أنا بس بقول إن الصداقة بين أنا بجل... شايفة إنه كلام خلص لحد هنا، وأنا لازم أروح على إذنك. وكترت بينا المقابلات، وحبيت مروة قوي، حبيت حبها في أخوها وحبه هو فيها. بصراحة مع سيف اكتشفت قد إيه أنا كان حظي وحش إن أنا ما عنديش إخوات. ومع إن سيف ما بيعرفش يقول كلام حلو خالص، بس بصراحة عينيه كانت بتقول كل حاجة. ايه يا نريمان؟ قوم البس الناس على وصول. استنى يا رؤوف، بكلم دارين اختي. الو، ازيك يا دودو؟ وحشاني قوي. عندي ليكي خبر حلو، ان شاء الله المره دي تظبط. دارين جالها عريس. اهلا. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. الف مبروك. مساء الخير يا فندم. الف مبروك. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا فندم. مبروك يا عروستنا، عقبالك. تفضلوا 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 في الصالون. واتخطبنا. معالي الوزيره رفضت ان انا اتنقل، وقالت لسياده اللواء ان انا اكتر واحد تامن على نفسها معاه. انت ما تتخيليش الكلام ده اثر فيا قد ايه. اسمها طنط نريمان، معالي الوزيره دي بقى خلاص، هي خلاص بقت حماتك يعني، ما ينفعش تقول لها معالي الوزيره. معالي الوزيره حماتي كل حاجه، بس هي يعني انا مش متعود كده ان انا اتكلم عنها بدون القاب، عارفه اللي هو بيقولوا عليها لساني ما يقطعنيش يعني.
هو القمر فاهم حاجه؟ بحاول. بص بقى، مامي واخده اجازه طويله، فانا مش عايزه اقعد في البيت ولا ثانيه، عايزاك تخرجني طول الوقت، ممكن؟ ده انا عامل لك مفاجاه جامده جدا النهارده. ايه بقى؟ قول. عزمك على الغدا في نادي الشرطه. يعني نادي شرطه ايه بس؟ بقول لك عايزه اخرج، يعني لا 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 لا. ايه ده؟ انت شكلك مستهونه بالغدا في نادي الشرطه، هو في ايه؟ انت عارفه يعني ايه غدا في نادي الشرطه؟ يعني هتاكلي احلى سكالوب واحلى سباجيتي بولونيز. عارفه الاسكالوب في نادي الشرطه؟ قد دراعك كده. لا لا جربي بس، والله العظيم ما هتندمي. جربي اسمعي كلامي. ماشي تمام، نادي الشرطه نادي الشرطه، بس بعد نادي الشرطه نروح سينما بقى او نسهر، تمام؟ نروح سينما ماشي، انا ما نسهر لا. بصي يا دارين، في حاجات كده عايزين نتفق انا وانت عليها ونقلل منها شويه. مش فاهمة حاجات ايه؟ يعني زي صورك على الانستجرام والفيسبوك. امالها الصور يعني مش عريانة يعني؟ انا ما قلتش عريانة، بس يعني بتكوني متزوقة كده وعلى سنجة 10، حتة عيل من هنا ولا من هنا يبص على صورك يدخل يعمل زوم، انا ما استحملش الكلام ده، انا بغير عليك. اخوكي مطلع عيني يا مرو بجد يعني. بصي، اولا بغير جدا، ثانيا على طول عايز يقعد في البيت، يعني كل ما اقول له يلا نخرج يقول لي ما تخلينا قاعدين في جنينه الفيلا، ولما يبقى الواد بقى الفتك اللي جامد قوي فاهمه الروش يعمل ايه؟ ياخدني فين؟ فين؟ نادي الشرطه. كل مره كل مره نروح ناكل اسكالوب، انا عايز اغير اماكن، انا زهقت. بص يا دارين، هو سيف تقليدي شويه، اتعبي انت معاه حبتين وانت هتكسبي راجل مفيش اطيب منه في الدنيا. في حاجه تانيه مضايقاكي؟ مش مضايقاني، مخوفاني. حاسه ان هو مش مركز معايا، يعني لابسه ايه، مفيش كومبليمون، مكياجي، شعري، عارفه اكن انا يعني شفافه مثلا، يعني مش مهتمه بيا خالص. دي بسيطه بسيطه قوي، انا هقول له يركز معاكي ومع تفاصيلك اكتر من كده. عسل قوي. هو ايه الموضوع يا سيف؟ انا مش فاهمه. في الاول رافض اننا نسهر في الكلاس، تمام تمام، ولما تبقى الواد الخطير اللي ما حصلتش بتخرجني في اماكن عجيبه مع ناس مش شبهي، وبعدين دلوقتي عاوزني اشيل صحابي من عندي. انا مش هتقطع من العالم على فكره عشان خاطر ارضيك. عالم العالم ده هو انا وانتي، احنا بنتخطب عشان نتجوز عشان يبقى العالم انا وانتي وبس، وعيلتك وعيلتي ممكن دينا صاحبتك، يعني اقل الناس يبقوا حوالينا، مش هنرطرط احنا عند الناس. تمام. طب يا سيف، يعني بما اننا في مكان عام وانا ما بحبش اعلي صوتي لانه عيب، تمام، انا الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش، لانك واضح انك نسيت انت قاعد مع مين. انا اسمي دارين البيالي، تمام، واوعى تستغل حبي ليك بطريقه غلط، اوعى. وانا لما احبك وغير عليكي غير على خطيبتي اللي هتبقى مراتي كده، انا بستغل حبك ولا بحافظ عليه؟ رجعني البيت. خير يا سيادة المستشار؟ في الحقيقة يا ابني، بنتي حكت لي عن آخر خناقة حصلت بينكم، وقالت لي إن أنت بتطلب منها طلبات غريبة شوية. غريبة؟ غريبة إزاي يعني؟ يعني مرة قالت لي انك قلت لها بتشوفي ستوريز مين؟ أنا في الحقيقة ما كنتش فاهم أنتوا بتتكلموا عن إيه بالظبط، لكن هي شرحت لي وفهمتني إن دي صور وفيديوهات للناس. طب ده سؤال. مش مشكلة يا عم، مش شايف يعني إن في مشكلة تستدعي ده. خلاص، لو فارق معاها قوي إنها تتفرج على الصور دي تتفرج زي ما هي عايزة. هو في الواقع المشكلة مش كده برضه بالظبط، هي بتقول إنك أنت إنسان غيور، عندك حب التملك، ودارين بنتي مش كده خالص. دارين بنتي تحب تخرج، تسافر، تتفسح، تتعرف على ناس، تحب تعيش بحريتها يعني. بس أنا مش الراجل يا عم اللي يقبل على مراته إنها تبقى حرة في المطلق كده. أنا راجل بحط سقف وحدود أنا اللي بحددها، وأعتقد يعني إن مراتي لازم تقبل بيها. انت فاهم غلط خالص يا سيف، ولو انت نسيت انا مين فانا دارين البيالي،
عمر ما حد هيكسرني، وعمري ما هسمح لحد انه يلغي شخصيتي او يفرض علي اي حاجة. انا اسفة جدا، مش هقدر اكمل. النهاردة اول مرة ارجع الجيم تاني بعد 6 شهور اكتئاب. زعلي المرة دي مش بس عشان انا حبيت سيف، لكن كمان لان الراجل اللي انا اخترته وحبيته ما قدرتش اتنازل عشان خاطره علشان حبي. في حاجة غريبة جدا جوايا بتمنعني، حاجة اقوى مني بتمنعني ان انا اقبل الحلول الوسط. انا حقيقي حبيت سيف، بس مهما حبيته كان صعب عليا احبه اكتر من نفسي. صعب ان اكون مجرد عروسة حلوة يشكل حياتي على كيفه. انا مش كده، انا دارين. هاي هاي. انا اسمي طارق عبد الله، انا مهيد ذا هيد كوتش. ممكن بعد ما تخلصي بس نقعد مع بعض 5 دقايق؟ طبعا ممكن. تمام اوكي. ثانك يو. فبالنسبة بقى لمنطقة البطن، كل شغلنا هيبقى على التريدميل. يعني هنشتغل في الأول ورم اب، أوكي؟ بعد كده عايزين جري يا هبل. يعني كأن في كلب بيجري وراك. خايفة من الكلاب؟ أوي. خلاص مش كلب، أسد. شوفي بقى لو في أسد بيجري وراك هتعملي إيه؟ أوكي. عايز جري يا هبل. بعد كده نرجع تاني ورم اب. يعني كأنك ماشية في جاردن أو حاجة. وهنرجع بقى تاني لموضوع الأسد، جري يا هبل، ورم اب. كده لمدة 45 دقيقة. جرت؟ جارد. على فكره انا كنت بشوفك بتيجي مع دينا، صح؟ مظبوط، جيت معايا كذا مره قبل كده. تمام. ايه بقى، خلاص كده ولا ايه؟ انا خلاص خلصت. خلاص خلصتي؟ ايوه. فين الستوري بتاعت انستجرام؟ مش فاهمه. مش فاهمه ايه؟ ده البنات كلها بتيجي عشان خاطر تعمل ستوري انستجرام. اوكي بس يعني نوت ماي ستايل. نوت يور ستايل. طب ما تيجي نشوف. نشوف ايه؟ الاكونت بتاعي برايفت على فكره. انا على فكره هعمل لك فولو. دارين بالبيلي. نوت كول على فكره. وبعدين عادي يعني لما اعمل ستوري، انا حر. ما قلتش حاجه على فكره. وبعدين انت اصلا امتى عملت لي ريكوست وانا عملت اكسب؟ ده من زمان قوي. ها ايه البلانز بتاعتك فور تونايت؟ بلانز؟ لا ما عنديش بلانز، انا هروح خلاص. يعني ايه خلاص كده؟ ايوه. طيب بص يا دارين، كل يوم بيعدي منك فهو بيعدي. You got to be always positive. You got to move. If you don't have any plans for tonight, why don't we go out for dinner? ميرسي. لا طبعا ما قبلتش عزومته، يعني انا اعرفه منين؟ الغريب بقى ان هو عامل لي فولو على الانستجرام من زمان جدا، ومفيش صوره نزلتها ما عمليش عليها لايك. واو بس ده كده عاجبك يعني، مع انك كنت بتقولي عليه ان هو مروش يعني. لا هو من ناحيه مروش فهو مروش، بس يعني ان كول واي يعني. بصي انا عملت له طبعا فولو باك عشان اعرف مين هو يعني، فاهمه؟ اشوف بقى الانستجرام وكده، لقيت مفيش بلد ما راحهاش، مفيش مكان سهر في مصر ما دخلوش. فرج جدا، انت مش فاهمه. حلو ده. ويا ترى بقى بتفكري فيه يعني كعريس وكده؟ اكيد لا، مبدئيا اكيد بيحب الكلاب من كتر ما بيقعد يقول لي اجري كان في كلب بيجري وراكي، واكيد بيربي اسود لانه هي فاهمه من الكلب للاسد يعني. وبعدين از ترينر يعني هيكون بيقبض كام؟ اكيد احنا مش نفس السوشيال ستاندرد. ترينر ايه يا بنتي؟ على فكره الجيم اللي طارق شغال فيه ده بتاعه، بلس ان هو عنده كذا واحد تانيين. ايه ده بجد؟ دخل دماغك ها؟ لا يعني معناها انه يعني نفس السوشيال ستاندرد، فممكن نفكر. ده هو بيتصل. استني بقى استني. هاي طارق، انت على السبيكر. يعني ما قلتش كلام حب وكده يعني ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. كلام حب ايه بس؟ وانا اعرفك منين يا ابني؟ اعرفك منين يا ابني؟ ده انا بتحرج قدام حد. مين بقى؟ قدام دينا. دندون المجنون. يا دونزي. ازيك يا طارق، عامل ايه؟ اول جود الحمد لله. طيب شوفوا بقى، احنا الثلاثه هنبقى مع بعض بالليل. حد عنده اعتراض؟ محدش عنده اعتراض. فانا اقول لكم بقى على البلان يا جماعه، بصوا احنا بالليل هنروح مع بعض ان شاء الله.
We can boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like a roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm a fireball. نروح نقعد بقى. ايه؟ انت ما تعبتش؟ لا ما تعبتش. نروح نقعد بقى. لا مش هنقعد، انت ايه كل ده من الانتخه يعني؟ انتخه ايه تعبان؟ انا هروح اقعد. تيتو. هاي. ايه الاخبار؟ انت اخبارك ايه؟ معاكي مين؟ معايا لونا وجانا ونادين. ما تهزريش معاكي؟ راجي سلم عليهم يلا. يلا بينا. هروح اسلم عليهم واجي، بس اقعدي معاها شويه. هو راح فين؟ راح يسلم على ناس صحاب. انت مالك في ايه؟ مالي في ايه؟ ما انا كويس. شكلك متضايق. لا مش متضايق، انا حلو اهو. طب مش هتحكي لي على الولد اللي كان عاجبك لما كنا قاعدين ومامي دخلت علينا، فاكره؟ ايوه ايوه. مين؟ ما هو انا يعني دلوقتي مش متاكده منه. طيب ودلوقتي بقى مش متاكده منه اكتر خالص. ايوه بس هو مين؟ قولي لي. ايه؟ مين؟ لا يكون قصدك على طهارة؟ ايه ده ايه ده؟ لا طبعا اكيد لا لا لا. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاوفر ده؟ متاكده؟ يا بنتي متاكده طبعا. لا طبعا يعني. وبعدين هو عاجبك؟ هو عادي لذيذ يعني عادي. اوكي اوكي فكي وشك ده. تحفه. انت ليه ما قلتش دينا تيجي معانا؟ لا عادي يعني ما جاش في بالي ان انا موضوعها مش الشام ده الا يعني بعد ما روحناها. اوكي بس انا عايزه تاني 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 بليز. لا طبعا. هو ايه ده؟ ده سبايسي جدا. انت بتهزري؟ ايوه ما انا بحب السبايسي. بليز قول له. يا ريس واحد كمان والنبي. حضرتك مش وليه يا دنيس؟ تعرفي بقى تعملي في البيت؟ هو ايه ده؟ الراجل بتاع حمص الشام تعرفي تعملي في البيت؟ هيكون ايه؟ مثلا اكيد حمص الشام. انت بتهزر طبعا. اكيد لا. تسلم ايدك. شكرا. تسلم لي. طيب قولي لي بقى انت ايه علاقتك بالمطبخ؟ مفيش علاقه اساسا يعني. وبعدين اشهر الشيفات اللي في العالم رجاله. ما بتحبيش ولا ما بتعرفيش يا دارين؟ خلينا نعدي الموضوع ده. لا بحب ولا بعرف ولا عايزه اطبخ في حياتي ولا اقف في المطبخ من اصله. تمام؟ ايه؟ انت كنت عايزه تروحي؟ لا لا انا مبسوطه. كنت هاخد الحاجه. انت عايزه تروحي؟ سيب. انا مبسوطه. انت بتاكلني اكتر حاجه بحبها في حياتي. مش صدفه يا سخت. هي ايه اللي مش صدفه؟ مش صدفه. يعني انا عارف انك بتحب حمص الشام وحاجات تانية كتيرة. انت عرفت منين ان انا بحب حمص الشام؟ انت بتتجسس عليا؟ على فكره بقى يعني في حاجات كتير قوي يعني الناس تعرفها عني عشان فيسبوك وانستجرام وكده، بس يعني موضوع حمص الشام ده ولا حتى دينا تعرفه. ما انا دارين اعرفك من زمان بس انت ليه مش فاكر؟ تعرفني من زمان ازاي يعني؟ مش طب شويه بس عشان ما يبردش. يلا اشربي. لا ما انا مش هشرب غير لما تقولي تعرفني منين. ماشي يا ستي. بصي بقى هقول لك بكره احنا بنفطر مع بعض. لا قولي دلوقتي. لا ما هو انا هقول لك بكره واحنا بنفطر مع بعض عشان اضمن ان انا اشوفك بكره ونفطر مع بعض. ماشي. ايه ده؟ ده بصي مين متصل؟ الاسم ده ما فكرتيش بحد؟ شاهر فؤاد. اه طبعا كان معايا في ابتدائي. انا لا يمكن انسى الاسم ده. انت تعرفه منين؟ يعني هو شاهر يبقى صاحب عمري انتيم يعني، بس هو دلوقتي مش قاعد هنا على فكره، قاعد في السعوديه. يا ربي انت مش فاهم الولد ده كان رخم ازاي. هو واحد تاني صاحبه انتيمه بالونه كده نيرد قوي، كنا مسمينه طارق تخت. انت طارق تختخ؟ Oh my God. No way. مفاجأة؟ لا هي مش مفاجأة، هي صدمة. ها الموضوع ضايقك ولا حاجة؟ ولا عادي؟ يعني مش حاجات تضايقني بس يعني أنا بصراحة فاهم مش عارفة أجمع يعني إزاي اللي قاعد قدامي دلوقتي هو طارق تختخ، فاهم؟ هي أكيد حاجة مختلفة. أكيد أكيد. أنا زمان كنت عيل ضايع تخين وعندي الشخصية غلس قوي
ماشي. وانتوا بصراحه ما توسطتوش. عارفه كنت بتجلس عليا على طول. يس. وبترخمه. بس يعني اللي حصل ان انا بقيت دلوقتي زي ما انت شايفاني كده. برافو. ام براود. عملنا لك حافز اكيد. اكيد. صح. طيب بصي يلا عشان اعمل لك مفاجاه. لا كفايه بقى مفاجآت النهارده، يعني انا شايفه ان انا لازم اروح بعد المفاجآت الكتير دي. يلا يلا والله مفاجاه حلوه هتعجبك والله. بجد؟ بجد. انت ازاي لسه فاكر اني بحب الخيل؟ كل تفاصيلك، كل تفاصيلك يا داري. يعني انا عارف انك بتحب الخيل، بتحب الرسم، بتحب حمص الشام، بتكرهي الورد قوي. يعني عارفه ايام المدرسه رغم كرهك ليا طبعا، بس انا كنت بحبك، كنت بستمتع بده على فكره. فاجئتني والله يا تختك. سوري لو تختك بتضايقك مش هقولها تاني. لا لا عادي، على فكره مش راجل معقد خالص، بالعكس انا حاسس ان انا مبسوط باللي انا وصلت له. يعني شايف ان انا وصلت from the extreme to the extreme، from zero to hero. برافو عليا. برافو جدا على فكره. I'm really proud of you. بس الغريب بقى شويه انه انت لما عرفتني بنفسك انا ما افتكرتكش، يعني غريب. ما انا لما عرفتك بنفسي عرفتك عليا على ان انا طارق عبد الله. ايوه. ايام المدرسه كنت بستخدم فاميلي نيم طارق منتصر. ايوه طارق منتصر. بالظبط. صح. سؤال بقى بعد الحاجات الظريفه دي وان انت مش عارفه طارق عبد الله من طارق منتصر وتختخ، يعني بامانه مش هزعل، انت مسجلاني ايه على الموبايل ده؟ قولي يعني. يلا قولي انا هستحمل. طارق جيم. طارق ايه يا حبيبتي؟ طارق جيم. ما هو في طارق وطارق، وهميز ازاي؟ لازم احط تاج يعني زي كده سراج مهمه، فاهم الحاجات دي؟ اه يا عسل، قفشات افلام. اوه اه تمام. لسه بتكرهي الكلاب؟ اكتر من الاول بكتير. لا بصي انا هخليكي ما تكملش. تمام، لان انت لو بتحب الكلاب او ليك علاقه بيهم تنسى ان انا موجوده في الحياه، وانا همشي حالا دلوقتي. ثانية، مين قال لك بحب الكلاب؟ ما بكرهش في حياتي قد الكلاب، كنت بحبهم. ثلاث ثواني، بكرههم. اوكي احنا جاهزين ولا ايه؟ انا بنضيع دقيقه يا فندم، هيكونوا جاهزين بسرعه بقى بسرعه. يا نهار اسود، ده طارق؟ ايه ده؟ ازاي كده؟ شفتي؟ مش مصدقه. كان اكتر بني ادم بكرهه في حياتي وانا صغيره، بس عشان تخين وساكت استحليت دمه. مش قادره اتخيل ازاي بقى طارق بتاع دلوقتي. اتنقل من المدرسه بسببي انا واصحابي، كنا بنقعد نتريق عليه كل يوم لحد ما يعيط. كنا بصراحه بنات عايزين الحرق. طيب مش ممكن يكون راجع عشان عايز ينتقم منك مثلا؟ بصراحة لو دي نيته أكيد عنده حق، بس أنا مش حاسة كده. يعني أنا حاسة إن هو معجب بيا، بيدلعني، بيعمل الحاجات اللي أنا بحبها، فاهمة؟ أيوه. طيب والله كويس، علشان كده بقى ما كنتيش بتردي عليا. ما كانش ينفع أرد عليكي. بصي انا اصلا لما عرفت ان طارق هو طارق تختخ الدنيا لفت بيا، وبعدين كل ما بتكلميني كان هو بيبقى قاعد جنبي، واكيد يعني هبقى عايز احكي لك كل حاجه. هحكي لك ازاي؟ ينفع؟ طب يعني وانت ما اتضايقتيش ان ده هو ده؟ يعني بصراحه اه في الاول يعني اتهزيت كده شويه، انه يعني انا ازاي قاعده مع الواد التخين ده اللي بطلش عياط بتاع زمان. بس بعد كده I was impressed، فاهمه؟ يعني واو، ازاي عرف يغير من نفسه وعنده اراده واشتغل على نفسه جامد قوي، فاهمه؟ امبرسيف. ايه ده؟ ايه ده؟ هو هموت. مركز معايا قوي. طب استني هرد. الو طارق تختخ يتحدث. ازيك يا طارق، اخبارك ايه؟ يلا يلا بينا. فين؟ يلا ننزل الجيم، ما اتمرناش النهارده خالص. وهات هدومك معاكي عشان تاخدي شاور في الجيم، وبعدين هنطلع على حفله مكاوي في روف توب. حفله ان جدا. ايوه بس اصل دينا قاعده معايا ولسه جايه، فيعني طيب تمام، دينا معاكي دي حاجه كويسه يعني، تيجي معانا وش. يلا انا هقفل دلوقتي وهعدي عليكم كمان ساعه. باي. باي. بجد مش مصدقه السحله اللي انا فيها دي. فراك قوي بس هي سو كيوت قوي. We'll be right back.
طارق انت عندك فكره يعني ان احيانا الناس احيانا يعني بتحب تقعد في البيت فاهم؟ هو ازاي يعني بتقعد في البيت تعمل ايه يعني كده عادي من غير هدف عادي الهبل ده؟ لا لا مش مساله من غير هدف مش دي الفكره يعني بيبقوا تعبانين مش قادرين ينزلوا اكزاستد يعني كده فاهم؟ بصراحه يعني يا طارق انت الساحل دارين معاك سحله سودا البنت اكتف اصلا يعني وانت بصراحه يعني سوبر هايبر اكتف يعني وكمان ايه يعني هي لما تيجي تقول لك مش هنزل انت بتتقمص يعني انت بصراحه غريب جدا جدا انا بجد مش فاهمك يعني هي دلوقتي قفشه مني مثلا لا انا ما اقولش انها قفشه منك ولا حاجه يعني بس هي يعني مرهقه يعني محتاجه ترتاح شويه اكزاستد فهي عشان كده مش بترد عليك عشان عارفه ان انت هتزن عليها في موضوع النزول ده اللي هو انا يعني فارض نفسي عليها لا انا ما اقولش كده دينا هو انت شايفاني ازاي؟ انا؟ يعني انا رايي فيك حلو قوي يعني اللي هو ايه؟ يعني ايه حلو قوي؟ يعني اللي هو ايه؟ يعني 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 مثلا يعني ابن ناس كده يعني حلو يعني دمك خفيف مش فيك عيوب كتير فاهم؟ دينا انا بحب داري قوي وانا عندي استعداد ان انا اخد ابويا وامي واروح اتقدم لها بس المشكله ان هي انا خايف تكون هي يعني مش حباني زي ما انا بحبها فاهمه طب لو فعلا طلعت ما مش بتحبك يعني حبيبي مش هستنى طيب انا ممكن على فكره احاول اعرف لك بجد لا يعني ما هو لو مش عاجبك خلاص قولي له لكن ما تعلقيهوش جنبك وانتي محروقه قوي كده ليه لا على فكره انا مش محروقه خالص انا كل اللي بقوله لك لو انتي عندك مشكله مع طارق خلاص قولي له ما تعلقهوش بيكي علشان حرام هو لسه ماليش اي حاجه اصلا لا قال لي بحبك ولا قال لي معجب بيكي فمفيش بينا حاجه ماشي يا ستي هو بقى يا ستي بيحبك ومعجب بيكي وعايز يجي كمان يتقدم هو قال لك كده قال لي كده قال لي كده امتى عادي كنت قاعده معاه النهارده وقال لي النهارده يعني انتي رحتي قابلتيه من غيري وكمان من ورايا الكلام العبيط ده دارين لا مش كلام عبيط وانا مش عارفك يعني لسه من اول امبارح واضح قوي ان طارق عاجبك فتمام يا ستي اتفضليه انت مقتنعه ان دي طريقه كلام لطيفه تتكلمي بيها معايا وانت مقتنعه انه عادي تروحي تقابليه من ورايا من غير ما تقولي لي وانا قاعده في البيت هنا لا على فكره انت متناقضه قوي لان انت لسه قايله ان مفيش اي حاجه ما بينكم ده بقى اللي اسمه استهبال عارفه ليه لان كل حاجه واضحه قدامك من الاول وانت شايفه قد ايه هو معجب بيا وهيفطس عليا وانا بحاول اديله فرصه فايه بقى نعمل ايه وانا يعني رحت عملت ايه انا رحت قلت له انه ما اضغطش عليكي في موضوع الخروج ده وفي نفس الوقت جيت قلت لك ان انا شفت يعني ما خبيتش عليكي انت من امتى قادرين بتفكري في التفكير ده وبعدين يعني ما اللي ارتبطت بيهم وعرفتيهم قبل كده كان عادي يعني ايه اللي جد انت نظراتك بصاتك تعبيرات وشك اللي بتتقلب كل ما يكلمني او يقول لي حاجه كان نفسك تسمعيها وبعدين انا اصلا ما طلبتش منك تروحي تكلمي معاه ولا تقابليه بس نعمل ايه بقى ما هتلاقيك انا بجد مش مصدقه ان انا بسمع منك الكلام ده لا وانا لسه قاعده في بيتك لا بجد ميرسي قوي باي باي براحتك انا عملت ايه بس يا دينا واقفه ما تخرجهاش من فضلك عديني مش هينفع يا فندم حضرتك سامعه اللي بتقولي لو سمحت عديني مش هينفع مش هينفع دارين هاني مواصفة ايه؟ أنا آسفة أنا آسفة أنا آسفة والله والله آسفة سيبي بقى زعليش مني I'm sorry والله قلت كلام ملوش أي لازمة خلاص بقى ممكن ما تعيطيش والله ما كان قصدي صدقيني على فكرة أنا مش عايزاه فلو هو عاجبك خلاص خديه أنا بجد مش عايزاه يا بنتي ما يلزمنيش حتى لو هو مش عايزك أنا مش عايزة يا بنتي أنا بقولك من قلبي خديه مش عايزاه طب ما هو كده ممكن تيجي واحده من بره تعوزه واحنا الاثنين اولى بيه مش كده فخلاص انت دوسي لا فاكس دوسي انت وبعدين هيز نوت ماي تايب اصلا وبعدين ما هايبر وكده كده انا استحيل ابص يعني الواحد ممكن يبقى في يوم من الايام جوز اختي على فكره انا نفس الحكايه بس هو بيحبك انت وعايز يتقدم لك انت ايوه بس هو فراك هبل شفتي بقيت بقول الكلمه بتاعته ما تضحكيش حاسه ان هو عنده كهربا زياده سوبر هايبر اكتف هيجنني اتفضلي مسج اهي بفكرك بكره ميعاد البلازما بتاعت وشك الساعه 11 انا كنت حاجز لك الميعاد ده الاسبوع اللي فات وقلت لي اوكي سما
طب والله غلبان قوي يا بنتي، ده لو طلعت لي فسفوسه هنا هيقول لي حطي عليها الكريم ده عشان تروح بسرعه، متعب قوي فراق. هو انت مش كان سيف ده مشكلتك معاه ان هو ما بيهتمش باي حاجه تخصك؟ ايوه بس this is too much. طب لو ده دي فولي فين نقول له يقلله. طب والبنات الكتير اللي حواليه نفجرهم. وبعدين انت ممكن تقعدي معاه وتتكلمي وتفهمي ايه طبيعه العلاقه اللي ما بينهم. انت ما ردتيش عليه من الصبح، عيب كده يا دودي. طب بقول لك ايه، انت كلميه وقولي له يهدى عليا شويه، دي اول حاجه. ماشي. ولو هو فعلا يعني بيحبني وعايز يتقدم لي زي ما انت قلتي يبقى قولي له يتفضل يجي عشان انا مش بتاعه صحوبيه، ولو مش عايز يبقى احسن عشان انا خلاص تعبت من السحله اللي انا فيها دي. صح. وهنفجرهم برضه كلهم. مبروك. ربنا يهتمك. ربنا يخليك. مبروك مبروك. اهلا وسهلا، اتفضلوا في الصالون. واتخطب. الو سابين، ايه يا روحي عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ ايه رجعتي من الجونه ولا لسه؟ سابين اوعي تكوني بوظتي في الجونه يا سابين. يا ولاد اللذينة انتوا متفقين عليا؟ لا اصل لقيت كارما على وشي. طب استني استني دخل معايا كونفرنس. استني كوكي. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ تعرف مين معايا الويتنج اصلا؟ سابين. ها؟ لسه كنت بقولها دلوقتي. طب استني ادخلها كونفرنس. ايه يا بنات؟ انتوا وحشيني هبل. انت اللهبل بقى. طارق عايزك. ها؟ بعدين؟ ايه المكالمة دي؟ اقفلها. ثانية واحدة خليكم معايا معلش. ايه يا عم في ايه؟ اقفل المكالمة دي. حاضر. طيب اتفضل. طيب 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 اتفضل. طب يا بنات هجري جوه دلوقتي. ماشي. طيب ماشي يلا باي. ايه يا حبيبتي في ايه اللي حصل؟ والله هو انت ازاي متخيل انه عادي يعني ده هتتكلم بنات كلهم وتقول لهم يا حبيبتي ويا روحي ويا سابين؟ ايه ده نفس الكلام اللي انت بتقوله لي. ما ينفعش على فكره عشان انا دارين انا مش اي حد. I'm very special. ما ينفعش تعمل لي زي زيهم. تمام ماشي اهدي. طيب على فكره هو انا اي واحده بكلمها فيهم هي عارفه كويس قوي ان انا بقولها حبيبتي يا روحي الكلام ده it's just in the friend zone. اوكي حتى يعني الجديد اللي انت تعرفيهوش كل واحده فيهم في حتى واحد. ايه بقى اللي حصل فيه؟ مالك؟ اللي حصل ان انا ما يناسبنيش الكلام ده لان اي واحد بيقول لواحده يا حبيبتي ويا روحي بتفتكر ان الراجل ده يخصها. تمام؟ وانا خطيبي ما ينفعش يخص حد غيري. اوكي؟ مش مش هو انا مش حاسس ان الكلام ده صح. بس انت مش حاسس ان انت اوفر شويه؟ انت زي الفل. انا اسف انا مش هعمل الموضوع ده تاني. لو ده هيضايقك انا مش هعمله. اوكي؟ اه بيضايقني بقى على فكره. وبعدين ايه كم البنات اللي انت تعرفهم على السوشيال ميديا دول كلهم عامل لهم فولو وعامل لك فولو باك ازاي يعني؟ يعني ايه المشكله؟ انا مش فاهم ايه المشكله. تعرفهم كلهم واحده واحده؟ اكيد ما اعرفهمش كلهم واحده واحده. ايفن اف ان انا اعرفهم كلهم واحده واحده في ايه؟ ايه المشكله؟ هو انت تعملي فولو لحد ما تعرفوش ليه؟ انا مش هقول لك هنوصل للستوريز. بتعملي له فولو ليه من الاصل؟ رحتي فين؟ لا انا معاك. ماشي. بص يا طارق اول حاجه انا هقولك يعني انا ما يناسبنيش اللي بيحصل ده. تمام؟ لا يناسبني كل اللي بيحصل على الاكونت بتاعك بتاع السوشيال ميديا ده خالص، ولا يناسبني كل البنات اللي انت حاططهم في الفريند زون وبتقول عليهم صحابك. تمام؟ كل الحاجات دي انا ما تلزمنيش. فاين. قلت ايه في ايه يعني؟ قلت ايه دي في ايه بقى؟
يا انا يا اصحابك، تمام؟ انا مش كل واحد يجي يتقدم لك احط ايدي في ايده واقول له اهلا وسهلا اتفضل في الصالون، بعد كده اقعد معاه املي عليه شروطك كده كتير كده ما ينفعش. هو في ايه؟ طب ممكن اسالك سؤال؟ مين منهم كان ممكن اتجوزه؟ اللي فضل كلبه عليا ولا المريض النفسي اللي بيخاف يركب طياره حتى سيف؟ يعني ينفع اتجوز راجل شكاك عايز يقعدني في البيت ويخنقني؟ حبيبتي بس كل الاسباب اللي بتقوليها دي يعني مش عارفه اقول لك ايه. ايه المشكله انه نشيط شويه بعدين يهدى؟ وبعدين حكايه صاحباته البنات دي اعرفيهم الاول، جايز بنات كويسين، انت طول عمرك عندك صحاب. كان غلط يا ماما، انا اكتشفت انه كان غلط. طالما هو عايز يبقى معايا يبقى انا وبس اكون في حياته، وكل صحباته البنات اصلا كل واحده فيهم فاكره ان ليها فيه زي ما انا ليا فيه بالظبط، اصلا ما ينفعش وانا اقبل بكده ليه؟ بص يا بابي، حضرتك تكلمه وتجيبه وتقول له على شروطي كلها، والله قابل بيها تمام، مش قابل خلاص مع السلامه. بعدين هو الخسران يعني. اكيد يعني هو الخسران. صح ولا لا؟ خير يا عمر. هو في الحقيقه يا ابني بنتي حكت لي على اخر خناقه حصلت بينكم. في الواقع هي متضايقه جدا جدا. هي اللي متضايقه؟ على فكره ممكن انا اللي متضايق ومتضايق جدا كمان. يا ممكن اخر فتره دارين بتعامل معايا على ان انا موظف شغال عندها. يعني طب ده يرضي حضرتك بذمتك؟ لا ما يرضينيش طبعا. وغير مسموح بالمره وغير مقبول. بس هو بنتي ليها شروط لاستمرار الخطوبة. مثلا موضوع ثانية واحدة بس. أنا آسف طبعا لقيت كلام حضرتك يعني ليه حضرتك استخدمت كلمة شروط بالذات؟ نعم ليه حضرتك استخدمت كلمة شروط؟ هو لأنه يعني لأنه لو مش هتقبل بكل شروطي يبقى أنت مش عايز تكمل. قلت إيه؟ أنا موافق على كل شروطك من غير ما أعرف هي إيه. أيوه بس يعني مش تسمع شروطي الأول؟ أنا هسمع وهقبل بكل شروطك عشان أنا عايز أكمل معاكي. بس قدام ده أنت كمان لازم تقبلي بشروطي. كلام منطقي جدا. هو إيه ده اللي كلام منطقي يا بابا؟ هو أصلا ما كانش له شروط قبل كده، يعني أنا لما بقى عندي شروط يبقى هو كمان عنده شروط فتبقى واحدة قصاد واحدة؟ على فكرة بقى ده شغل عيال وشغل واحد مش عايز يكمل. انت يا طارق كان ليك شروط قبل كده؟ صح. على فكره يا انكل انا قبل كده ما كانش ليا اي شروط على دارين، بس ده لان انا كنت بتعامل معاك على ان انت بني ادم ليكي عيوب وليكي مميزات، وانا يا ستي قبلك بعيوبك قبل مميزاتك. واللي انا عارفه كمان ان اي اتفاق ما بين اتنين بيبقى قايم على العدل، يا اما ساعتها هيبقى في حد جاي على التاني ليل ودراعه يعني ماسكه من ايده اللي بتوجعه. انا ده مش هيحصل معايا خالص. تمام خلصت كلامك؟ محاضرة طويلة بصراحة مش قادرة رغي يعني. هتقبل بشروطي ولا لا؟ يا ستي هقبل بشروطك لما تقبلي بشروطي. يعني أنا مثلا مش عايز يبقى عندك فريندز ولاد تاني. مش عايز ناس غريبة يعملوا لك فولو على انستجرام وتعملوا لهم فولو باك. عايزك تقفي في المطبخ زيك زي أي بنت. وحاجات تانية كتير أنا مش عايز أتكلم عنها. أنت مش ملاك يا دارين. أكيد أنا مش ملاك يعني أكيد. والأكيد برضو إن أنت اللي جريت ورايا. وان انت عملت مجهود كبير قوي وجبار عشان هتفطس وتبقى معايا وتبقى خطيبي وخطبتني صح؟ مش بقى لما يبقى انا عندي شروط يبقى انت كمان بقى تعمل زيي وتبقى واحده قصاد واحده. ده مش طريقه واحد عايز يكمل. I'm very sorry. انا مش هقبل باي شروط ليك يا طارق. اوكي؟ انا شايف كده ان المناقشه خرجت عن الهدف بتاعها يا اولاد. بالعكس يا انكل انا شايف ان الموضوع كده وصل نقطه مهمه جدا. هي ان دارين شايفاني مليان عيوب وانها مش تقدر تكمل معايا الا لو وافقت بشروطها وتعليماتها. لا وكمان ما ينفعش اقول اي ملاحظات. بس اللي انا عارفه بقى ان الجواز والحب لازم يكون فيه تضحيات، يعني حبه منك على حبه مني الدنيا تمشي. بس واضح ان دارين بتفكر في حته تانيه خالص، ان انا ما وافقتش على كل حاجه هي عايزاها يبقى بلاش. بلاش
وكويس انها جت منك. انا اسف جدا يا ممكن اللي حصل، يعني انا كنت اتمنى ان احنا نكمل ونبقى عيله واحده وانا اتشرف بحضرتك طبعا، بس يعني حياتك اكيد برضه لو كنت مكاني ما كنتش هتقبل باللي حصل ده ولا ايه؟ متشكر يا ابني. سابني يا مامي. طارق سابني يا مامي زيهم. أنا وحشة أوي كده. بس حبيبتي بس ما تقوليش الكلام ده. ولا واحد من دول يستاهل ضفرك. وكلهم هيعرفوا قيمتك بعدين. كفاية بقى يا نريمان، كفاية من الكلام ده. كفاية يا نريمان. إحنا اللي غلط، أنا وأنت بالذات اللي غلط. لا يا رؤوف مش مظبوط، كل واحد دخل البيت ده كان لازم يخرج منه من غير دارين، ولا واحد فيهم يستحقها. الغلط مش علينا، الغلط على اللي مش عارف قيمة بنتي. يعني كلهم غلط وبنتنا هي اللي صح. ايوه انت ربيتني على كده، احترم نفسي واعرف قيمتي كويس. انت ومامي ربيتولي على كده، دلوقتي جاي تقولي ان انا اللي غلط؟ ايوه غلط غلط يا دارين. طارق عمل ايه؟ غلط في ايه؟ يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي، انت بتضيع عليكي فرص هتندمي عليها بعدين. ويكون في علمك بقى انا مش هحط ايدي في ايد اي حد الا اذا كان هيتجوزك فعلا. كفايه بقى، والله زهقت. كل شويه اهلا اهلا وسهلا اتفضلوا في الصالون، اهلا اهلا وسهلا اتفضلوا في الصالون. بطلوا عبط وسذاجه بقى. من سن 18 لحد 35 وانا بتنك على خلق الله ومحدده هدفي وراسي والف سيف ما غيره. عايزه رقه عمر الشريف على صوت محمود ياسين على شقاوه احمد رمزي على رجوله رشدي اباظه. يا كده يا مش عايزه حاجه. عمرك شفتي كده؟ هو اصلا مفيش كده. لا في، بس مش كلهم بيجوا مره واحده. مرة تيجي رقة عمر الشريف على رجولة رشدي أباظة، مرة تيجي شقاوة أحمد رمزي على صوت محمود ياسين. بس لازم حاجة تفلت وأقول لنفسي أنا لسه صغيرة واستنى. واستنيت زي المثل اللي بيقول كده، اتقل عشان تاخد حاجة نظيفة، صح؟ هو في مثل كده؟ في، بس يعني مش دي المشكلة. وبعدين إيه اللي حصل؟ لحد ما جالي الراجل اللي فيه كل المواصفات دي بس شخصيته أوحش شخصية. طبعاً ما خدتوش، واكتشفت المقلب اللي أنا عملته في نفسي. جاتلي فرص كتير وأنا ضيعتها عليا، وأديني زي ما أنت شايفاني عايش لوحدي وموت لوحدي. بعد الشر عليك يا خالتي، ما تقوليش كده. طب أنا عايزة أسألك سؤال، لو الزمن رجع بيكي تاني لورا هتختاري مين فيهم؟ أي واحد فيهم، أي واحد، كلهم كانوا كويسين. بس أنا اللي كنت عامية عرفت بقى خيبتي اللي أنا مش عايزاك يتخبيها. بصراحة يا خالتي أنا ثقتي في نفسي اتهزت قوي. ولسه هتتهز أكتر من كده، وهتبقى ميح. هتبصي لنفسك في المراية وهتلاقي نفسك بقيتي قرد. يعني أكيد مش درجة قرد. لا للدرجة دي، لأن كل ما بنكبر فرصنا في الحياة بتقل، والمعروض علينا مستوى بيقل، لأن الحلو منه اتشال وإحنا قاعدين ننقي ونتنك. هو أنت ليه محسساني إنك بتتكلمي على فستان أو شنطة؟ مش فارقة، فستان، شنطة، راجل، كل دول بيخشوا تحت بند الفرص. يا بنستغل الفرصة يا بنضيعها. دارين، الحقي نفسك قبل ما كل الفرص تضيع منك وتبقي في سني خايفة تموتي ومحدش يحس بيكي. Thank you.
ازيك؟ ازيك؟ اتفضل. ثانك يو. ازيك يا سعيد؟ اهلا طارق بيه، ازي حضرتك؟ استاذه دارين هنا؟ لا والله هي مش موجوده، هي تقريبا كده راحت كلوب هاوس لانها لسه ماشيه من هنا. ماشي، تمرني بحاجه حضرتك؟ انا كمان فسخت خطوبتي من فتره، بس انت صحيح شكلك زي ما انت، ما اتغيرتيش خالص. وانت كمان شكلك ما اتغيرتش خالص. عارفه ان انا لمحت عربيتك النهارده قريبه من البيت عندي؟ بجد؟ خدتش بالي ان انا عديت من عند بيتك، سوري. عارفة يا دارين، كنت دايما بحس ان في وقت ما بعد، يعني بعد ما حصل اللي حصل، ان احنا هنبقى اصحاب. فكرة كانت بتجيلي دايما وبتجيلي لغايه دلوقتي. مش عارفه يعني، ساعات بقى يعني مش ساعات، بحس ان اي اتنين كان في بينهم حاجه يعني، مخطوبين او حتى متجوزين، صعب قوي يبقوا فريندز تاني يعني. مع اني بحترم الصداقه جدا وبحترمك جدا، بس يعني بحس انه صعب. لسه دماغك ناشفه. لا مش قوي والله، اتغيرت والله. طيب لو اتغيرت يبقى لازم تدي لكل حاجه فرصه تانيه، ومش لازم يبقى عندك افكار ثابته عن الحياه وعلى الناس. ده لو اتغيرتي فعلا يعني. عندك حق، انا فعلا ابتديت اعمل كده حقيقي. صحيح، قول لي اخبار كلبك ايه؟ روميو صح؟ روميو مات من 8 شهور تقريبا. I'm sorry. أكيد اتضايقت أوي. أنت كنت عارفة أنا بحب قد إيه. طب عملت إيه يعني؟ جبت كلب تاني؟ لا طبعًا، أنا عمري ما هحط نفسي في الموقف ده تاني أبدًا. بعدين بصراحة روميو ما تعوضش. طبعًا طبعًا. وعلى فكرة كمان البني آدمين ما بيتعوضوش، ولا إيه؟ عندك حق. أدينا بنتعلم. المهم انا مبسوط اني شفتك النهارده قوي بجد. وانا كمان، كان بقالنا كتير فعلا، سنه ونص. خطبت كم مره؟ انا تقريبا مرتين بس. صاحب ما كنتهم؟ لا انا قلت لك قبل كده طالما مش بحب مش بخون. مش مصدقه، موتو اوف لايف، طالما مش بحب مش هخون. مش بخون. طيب لو كده بجد بقى، خليني اعرفك على صاحبتي. احنا ان شاء الله كده ماشيين في مشروع خطوبه، وش ملك. جود لك. دارين هانم، دارين هانم، كنت عايز اقول حاجه على حاجه بس. بعدين 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 بعدين. انا مالي؟ اكيد راح لها وشافها. هو ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ معقوله اول ما اعرف ان ادهم جاي هنا النهارده اجي كده على طول؟ مش فاهمه انا بعمل في نفسي كده ليه؟ شكلي خفت من كلام خالته. دارين فوقي لنفسك. انت دارين البالي. انا همشي. ازيك يا دارين؟ ازيك يا ادهم؟ ممكن اقعد شويه؟ طبعا اتفضل. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، طمنيني عليكي. سمعت انك اتخطبتي وفسختي وبين رجعتي اتخطبتي تاني. وفسخت تاني. ايه طلعوا كلهم برضو بيخافوا من الطيارات؟ لا ما هو طلع مرض مش منتشر قوي يعني. تخيلي بقى طلع منتشر جدا، بس حلوله طلعت سهله قوي. اوكي، ودي انت عرفتها ازاي بقى؟ دارين انا لسه راجع من كندا. مسافر ان شاء الله اخر الشهر على المانيا. طلع معاكي حد. الطيران ده حاجه جميله جدا. افهم من كده ان خلاص ما بقاش عندك فوبيا من السفر ولا الطيران؟ بقول لك ما بوترش طيران. مش عارفه ليه حاسه من كلامك يعني انك بتحاول تغيظني. على فكره انت عملت الحاجه اللي انا كان نفسي تعملها واللي انا طلبتها منك. انا ما عملتهاش عشان انت طلبتيها مني، انا عملتها عشان نفسي. ما هو مش طبيعي برضو رجل اعمال وعنده سفر كتير جدا ما يعرفش يركب طياره. اكزاكتلي. Good for you. طيب انا همشي بقى. تمام دارين، ممكن نتكلم شويه؟
طبعا ممكن. دارين انت طبعا عارفه ان انا حبيتك قوي قوي، وكنت مستعد اتنازل عن اي حاجه واغير اي حاجه في حياتي لمجرد اني ابقى معاكي. وللاسف لما الراجل يوصل للمرحله دي وفجاه يكتشف ان البنت اللي هو بيحبها ممكن تبيعه في ثانيه ولا ادفع سبب، يحس بالخساره والكسره، وانا ما بحبش الخساره. واضح انك فهمت غلط، لان انا ما كنتش بايعك ولا حاجه. انا بس كنت بحاول اضغط عليك عشان تعالج. تخيلي فكرت في الاحتمال ده، بس اكتشفت انه اوحش بكتير من الاحتمال الاولاني. مفيش اوحش من انك تكتشفي ان البنت او الشخص اللي انت بتحبيه بيستغل ضعفك وحبه ليكي عشان توصلي لحاجه تريحك انت. الحب عمره ما كانش كده، الحب ما بيتبنيش على انانيه، بالعكس الحب بيتبني على حاجات زي التنازلات، الحلول الوسط. هو ده الحب اللي انا عارفه. ايوه بس انت كمان ما تمسكتش بيا، يعني كان ممكن تقولي هحاول. اكنك ما صدقت الموضوع جه على كرامتك قوي يعني، والحب برضه ما فيهوش كرامه. لا لا، انت اخر واحده تقولي كلمه زي دي. يا سلام. ده حتى طلع منك فيك على فكره. طبعا الحب فيه كرامه، بس الكرامه اللي ما بتطلبش، الكرامه بتتفرض. يعني كل واحد بيسؤول الكرامه بتاعت الشخص اللي قدامه من غير ما التاني يطلبها. هو ده الحب. واضح قوي انك اتبسطت لما شفتني النهارده عشان تديني المحاضره اللي ما لحقتش تديها لي لما فسخت الخطوبه مع بابا، صح؟ لا مش صح. لا صح. ميرين مش قصدي، انت بس صعبانه عليا. صعبانه عليا انك حاسه ان الكون كله لازم يمشي زي ما انت عايزه، وده ما بيحصلش. احب اقول لك ان الدنيا دي فيها بني ادمين ثاني غيرك، وللاسف انت ما طلعتيش مركز الكون. عن اذنك. امبارح عملت زي ما انت قلتي لي ورحت زي العبيطه ورا ادهم، وتخيله بقى ان هو هيقول لي السيناريو بقى اللي انا رسمته في دماغي، ها؟ يشوفني فينبهر وانا لابسه فستان تحفه، يقول لي ازيك يا ديدي وحشتيني، يقول له وانت كمان، يقول لي يلا نرجع، وانا اقول له انا اسفه جدا ان انا كنت سخيفه في موضوع السفر، انا غلطانه. يطلع ايه بقى؟ البيه طلع اتعالج وبيسافر وبيجي وبيروح وما كانش طايق يبص في وشي. يبقى اكيد في واحده ثانيه في حياته، وبرده انت كنت مزوداها معايا دارين. او اتس تو ليت. على فكره لا، انا اكتشفت امبارح ان انا اللي كنت صح. ادهم يعني مش الراجل الطيب الرومانسي اللي ما حصلش، اللي انا المفروض اندم عليه. على فكره هو زيه زي كل الرجاله اللي قابلتهم في حياتي. ايوه كل واحد فيهم عايز يفرض عليا نظامه وطريقه حياته، بس كل واحد فيهم كان ليه سكه، يا اما امشي على كيفهم يا اما بلاش. فعلى فكره بقى اصلا بلاش، انا اصلا مش عايزه. انتي متاكده ان دي بنتك مش بنتي؟ دي بتقول نفس الكلام اللي انا كنت بقوله، دي اكنها متقشره من عليا. يا فرحتي بصي، هي اكيد مش مقتنعه بالكلام اللي هي بتقوله، هي بس بتهرب من فشلها. انا وهي كده ما بنحبش نحس ان احنا فشله. طول عمري بلومك وبقول لك انك غلط، وفي الاخر طلعت بنتي نسخه منك. احنا نسيبنا من اللي فات، ايه رايك تكلمي الضابط اللي كان بيشتغل معاكي؟ ده اكتر واحد مشكلته ممكن تتحل. يعني ايه غيره ومش غيره؟ كلميه واكنك بتسالي عليه. بس يا داري بس انتي مش عارفه حاجه. ايه؟ البي بعت لي دعاوي، قال بيعزمنا على خطوبته. قال ده انا مخبيه منها عشان ما تشوفهاش. لا كده يبقى تولد فعلا. انا عمري ما حلمت بالجواز نفسه كفكره، انا كنت بحلم بحياه بسعاده، كنت بحلم بانسان يحبني واحبه، يبقى عايز يفرحني فانا كمان ابقى عايزه افرحه،
يقدرني، يعرف قيمتي، يعرف اني طول عمري محافظة على نفسي، وان هو هيبقى اول انسان في حياتي واول انسان يقرب لي. الجواز بالنسبة لي هو الاطار المحترم المقبول، مقبول في الارض والسماء، ان اعيش حياتي بحب وبتحب. مش طلب صعب يعني، بس يظهر ان الحلم ده لازم ابطل احلامه بقى لحد ما يجي الشخص اللي يعرف قيمتي، راجل يعرف يحب ويعرف يخليني احبه. انا دارين، انا اللي كنت فاكره اني مركز الكون، وان العالم ده كله لازم اشوفه بيدور حواليا، والنتيجه حياتي بقت سلسله من الفشل يوم بعد يوم، تجربه ورا التانيه، ما كنتش بتعلم. ولما تعلمت اكتشفت انه كان متأخر قوي، اكتشفت اني بقيت لوحدي.